طبقاً للفصل 100 من الدستور وعملاً بمقتضيات النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، نخصص هذه الجلسة للأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي، وهي الأولى برسم هذه الدورة الربيعية. ويتضمن جدول أعمال اليوم 30 سؤالاً شفهياً موزعة على القطاعات التالية: الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الصحة، الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، العدل، القطاع المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وأخيراً قطاع الشباب والرياضة. والآن وفقاً للمادة 149 من النظام الداخلي للمجلس، نستمع للمراسلات الواردة على رئاسة المجلس، فتتفضل السيدة الأمينة بتلاوتها مشكورة. شكرا لكم سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عدد الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوبة الكتابية التي توصل بها مجلس النواب من تاريخ 11 فبراير إلى 22 أبريل 2019، توصلت رئاسة مجلس النواب ب 513 سؤالا شفويا، 683 سؤالا كتابيا، 873 جوابا عن أسئلة كتابية، وتم سحب 5 أسئلة شفوية وسحب 3 أسئلة كتابية. شكرا لكم سيد الرئيس. شكرا السيدة الأمينة. توصلت الرئاسة برسالة من السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يخبر فيها بما يلي: طلب السيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بتأخير الأسئلة الموجهة إليها إلى آخر الجلسة نظراً لالتزامات طارئة. أخبر السيدات والسادة النواب على أنه ستخصص جلسة عمومية لانتخاب رؤساء اللجان النيابية، وذلك مباشرة بعد حصة هذه الجلسة دي الأسئلة الشفوية. قبل الشروع في جدول الأعمال وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق يوم 17 أبريل من كل عام، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني المكافح ودعما لصموده ووفاء لتضحياته النبيلة، يخصص المجلس جزءا من هذه الجلسة للتضامن مع إخواننا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأعطي الكلمة في البداية لفريق العدالة والتنمية، كل تدخل في حدود 5 دقائق. فريق العدالة والتنمية 5 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، إنها لحظة مهمة أن يقف مجلس النواب هذه الوقفة، وقفة لكي يجدد مرة أخرى الموقف الثابت للمغرب تجاه القضية الفلسطينية، موقف أكد عليه الشعب المغربي في كل المحطات بمسيرته المليونية، بفعاليته المدنية، بطبقته السياسية، بمواقفه الرسمية والشعبية. لا بد ونحن نتحدث عن اليوم الوطني للأسير الفلسطيني أن نوجه تحية إكبار وإجلال إلى كل فلسطيني، إلى كل فلسطينية
إلى كل طفل، إلى كل امرأة خلف قضبان الاحتلال، تحية على صمودهم، على نضالهم، على تضحيتهم. الأسير هو رمز للفكرة، هو رمز حتى لا تنسى الأجيال، الصمود، النضال، التضحيات، الجسام. فتحية إلى كل الأسرى الفلسطينيين، الترحم على أرواح الشهداء. أيها السيدات والسادة النواب، هي فرصة لكي نعتز ونفخر بمواقف جلالة الملك حفظه الله في هذه القضية، رئيس لجنة القدس ولعل آخرها المبادرة المولوية المرتبطة بترميم المسجد الأقصى. نحن نعتز كمغاربة أن يكون هذا الموقف من جلالة الملك، إضافة إلى كل المواقف التي كانت بقطاع غزة، التي همت القدس، التي تقوم بها بيت مال القدس، إلى كل المبادرات الملكية في هذا المجال. بالمقابل، فإنه لمن العار أن نسمع الحديث عن صفقة القرن المشؤومة، ربما في سياق إقليمي يعرف موازن قوى معينة، لكن لا يمكن لهذه المبادرة ولكل من يهرول خلف هذه المبادرة من الصفقة المشؤومة إلا أن نذكره بأنه يتنكر لهذه السلسلة من التضحيات ولسلسلة من العطاءات التي قدمها الشعب الفلسطيني. كيف لهؤلاء أن يتحدثوا ويتنكروا لهذه النضالات؟ مع كامل الأسف، هناك معطيات على المستوى الدولي نجدد مرة أخرى التنديد والاستنكار بما تقوم به الإدارة الأمريكية، إن فيما يخص موضوع السفارة بالقدس أو فيما يخص السيادة على الأراضي السورية في الجولان. نجدد هذا الاستنكار وهذا التنديد، ونؤكد مرة أخرى على أن الشعوب العربية والإسلامية كانت ولا زالت دائما تجعل من القضية الفلسطينية رمزا لوحدتها ورمزا لصمودها، والشعب المغربي دائما يعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية. فمهما تكون المخططات ومهما تكون المحاولات، فإنها لن تخضع إرادة الشعوب، هذه الإرادة القوية من أجل أن تحقق الحقوق وأن يكون فعلا للشعب الفلسطيني حقه في تقرير شؤونه بسيادته على أرضه التاريخية، أرض فلسطين الحبيبة. أيها السيدات والسادة النواب، رسالة أخرى إلى المنتظم الدولي. مع كامل الأسف، عندما يتم اعتقال جندي صهيوني على أرض فلسطينية، يكون العالم نسمع هنا وهناك خطابات التنديد والاستنكار، لكن أين هو المنتظم الدولي؟ ومنذ 67 أكثر من مليون أسير فلسطيني وفلسطينية يعانون المعاناة، معاناة النفسية والمعاناة الجسدية، معاناة المرأة والطفل داخل لا نسمع صوتا ولا ركزة. هذا هو المعيار، مع كامل الأسف، الذي يسود الآن، وهي مناسبة لكي نجدد نداء للضمائر الحية في هذا العالم على مستوى مختلف مواقع المؤسسات، سواء كانت دولية، برلمانية، حكومية، لإعادة الاعتبار للضمير الإنساني في مواجهة قضايا التي يعاني منها هؤلاء الأسرى. نحن نواب وبرلمانيين، هناك زملاء لنا برلمانيين في سجون الاحتلال، فتحية لهؤلاء البرلمانيين، تحية للوزراء زملائكم، هناك وزراء معتقلين في سجون الاحتلال الفلسطيني. نحيي كل المبادرات لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، وقد كانت مقترحات ومجلسنا الحمد لله كانت مبادرات لكي تكون عندنا قاعة اسمها قاعة القدس، قاعة فلسطين، لكي نحيي من جديد كل المبادرات. شكرا سيدنا. الفعاليات التي من شأنها أن تعزز صمود الشعب الفلسطيني. تحية للأسير الفلسطيني. شكرا. الكلمة لفريق الأصالة المعاصرة.
السيد الرئيس، السادة النواب المحترمون، السيدات النائبات المحترمات، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 من أبريل من كل سنة، يؤسفنا كفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب المغربي أن نقف اليوم على ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في السجون من جرائم حقوقية وقانونية في حق الأسرى الفلسطينيين، ومن إهانة للكرامة الإنسانية من خلال تعريض الأسرى للعديد من الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة، خاصة وأنهم أصحاب حق ويناضلون من أجل الحرية ومن أجل الكرامة حسب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني. كما نعبر اليوم في فريق الأصالة والمعاصرة عن وقوفنا المبدئي والعملي في قلب كل المبادرات وكل أشكال الشجب والتنديد والتضامن التي تقوم بها العديد من دول العالم ومؤسساتها السياسية وإطاراتها المدنية في إطار الجهود الشعبية والرسمية من أجل دعم وإسناد الأسرى الفلسطينيين فيما يتعرضون له من خروقات سافرة وضاربة بعرض الحائط كل عهود والمواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية كذلك. نحن اليوم في فريق الأصالة والمعاصرة ننبه العالم وكافة قواه الحية إلى حالة التوتر والغليان وعدم الاستقرار المتصاعدة في صفوف الحركة الفلسطينية الأسيرة الآخذة في التصعيد والتسارع، خاصة وأن حالة الاحتقان في تزايد مستمر بسبب تضييق الخناق على الأسرى والتنكيل بهم ومواصلة استهدافهم، والمسؤولية اليوم تقتضي وقوف المنتظم الدولي بكل قواه من أجل الوقوف إلى جانب الأسرى الفلسطينيين الذين يعملون على التفكير بجدية في تصعيد أشكال مواجهة الإجراءات القمعية التي تمارس في حقهم من طرف إدارة السجون الإسرائيلية، وتطوير أساليب التنديد بالإهمال الطبي المتعمد ومجابهة القوانين العنصرية المتطرفة تجاه المعتقلين. كما لا يفوت فريق الأصالة والمعاصرة أن يثير الانتباه كذلك إلى الوضع المتأزم والأرقام المهولة والاستمرار في عمليات الاختطاف والاعتقال وتصعيد وتيرة الاحتجاج بكل الصيغ والأشكال بما فيها الإضراب عن الطعام ومعاناة عائلات وأسر الآلاف من الأسرى أطفالاً وشباباً وكهولاً وشيوخاً ونساءً، ومنهم من مضى على اعتقاله أكثر من 3 عقود من الزمن. إن أوضاع الأسرى الفلسطينيين توصف اليوم بالمأساوية وظروف اعتقالهم بغير الإنسانية والمخالفة لشروط الحياة الإنسانية والتعامل معهم بالتعذيب الجسدي ومع مطالبهم المشروعة والعادلة بالتجاهل ومقابلة احتجاجاتهم بالأحكام العسكرية الردعية ومنع الزيارات والعزل الانفرادي والأحكام الإدارية وسوء التغذية كما ونوعا وممارسة سياسة الاستهتار الطبي، خاصة مع ذوي الأمراض المزمنة ولمن هم في حاجة إلى عمليات جراحية. إننا اليوم في فريق الأصالة والمعاصرة نحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية الدولية بخصوص الانتهاكات التي تمارسها في حق الأسرى الفلسطينيين، ونعتبر أن المنتظم الدولي وكافة البرلمانات الدولية والمنظمات الحقوقية مسؤولة كذلك تجاه الأسير الفلسطيني وذويه عبر الضغط على سلطات الاحتلال من أجل إلغاء كافة التشريعات التي تنتهك القواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، ولوضع حد لكل الممارسات الخارجة عن القانون التي تقوم بها سلطات الاحتلال عبر أجهزتها المعنية بالقانون. كما نوجه الدعوة بمناسبة يوم الأسير إلى كافة القوى المدافعة عن حقوق الإنسان لمواصلة الضغط لإجبار سلطات الاحتلال على حماية حقوق الأسرى باعتبارهم أسرى حرب، ومن المفروض حماية حقهم في الحياة وسلامة أجسادهم وضمان الحد الأدنى من حقهم في العلاج اللازم وتلقي الرعاية الصحية الكافية. ونحن اليوم في بلدنا المغرب مطالبون جميعاً كقوى سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية بالاستمرار في التعبئة الرسمية والشعبية من أجل القضية الفلسطينية
والانخراط الجماعي المكثف من أجل دعم ومساندة الأسرى الفلسطينيين ومطالبهم العادلة والمشروعة. يحيى الشهيد الفلسطيني، عاشت القضية الفلسطينية موحدة لكل الشعوب العربية. وشكرا. شكرا سيدة النائبة. الكلمة لفريق تجمع الدستوري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد الرئيس، إخواني أخواتي النواب محترمون، بمناسبة حلول يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم 17 أبريل من كل سنة، الذي نجدد فيه طرح أوضاع السجناء الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال نساء وأطفالا ورجالا، ذنبهم الوحيد أنهم يقاومون ويناضلون من أجل الوجود الفلسطيني والدفاع عن حرية وكرامة الإنسان الفلسطيني في أرضهم المحتلة والخاضعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي وآلة القمع العسكري والبوليسي الممنهج والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية وحبس أنفاس الإنسان الفلسطيني ومنعه عن التعبير تحت الاحتلال الإسرائيلي ومقاومة الممارسات اللا إنسانية اليومية التي يتعرض لها الإنسان الفلسطيني شيوخاً ونساء وأطفال ومناضلين ومقاومين لآلة الاحتلال والقمع والاعتقال التعسفي الفردي والجماعي والتعرض لكل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملات القاسية اللا إنسانية خلافاً لأحكام الالتزامات التي تقرها الاتفاقية الدولية الخاضعة لمناهضة التعذيب. إنما يدفعه ويتحمله المعتقلون والأسرى الفلسطينيون داخل الزنازن والمعتقلات من تعسف ومعاملات لا إنسانية وتنكيل وبطش يسائل المسؤولين الإسرائيليين مساءلة سياسية وقانونية وإنسانية أمام التاريخ وأمام المجتمع الدولي والمجتمع الإنساني عن ما يرتكب من حق الأسير والمعتقل الفلسطيني من ممارسات وانتهاكات ضداً على قواعد واتفاقات القانون الدولي الإنساني باعتبار إسرائيل قوة احتلال مسؤولة قانونياً وإنسانياً وأخلاقياً. السيد الرئيس المحترم، إذا كنا اليوم نناقش أوضاع الأسرى المعتقلين الفلسطينيين داخل قبة مجلسنا الموقر بمناسبة اليوم الأسير الفلسطيني فإننا نكرس مواقف المغرب الرسمية والشعبية إزاء القضية الفلسطينية كقضية مركزية كانت ولا تزال محل اجتماع وطني واضح ومستمر ساندنا فيها إخواننا الفلسطينيين عبر المحطات جميع المحطات والمحافل، وذلك بقيادة كل من الملكين المرحومين محمد الخامس والحسن الثاني تغمد الله هما بواسع رحمته، واستمرارية لمواقف جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس والمدافع عن رموز القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية القدس كرمز للتعايش السلمي والحضاري والعقائدي بين الديانات السماوية الثلاث. ولا يفوتني أيضا أن أذكر بالمواقف الوطنية المشرفة المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية ولإخواننا الفلسطينيين عبر جميع المحطات والاستحقاقات والمجهود الإنساني المتنوع الموجه لفائدة الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال والحصار والتجويع والقمع الممنهج والاحتجاز، وتقديراً وتذكيراً بتضحيات الأسرى المعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال ومعتقلاته ومراكز توقيفه، نوجه من هذا المنبر تحياتنا ومسانداتنا ودعمنا اللامشروط لهؤلاء الأبطال والصامدين الأحرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً سيدة النائبة. الكلمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس، السيدان الوزيران، السيدات والسادة النواب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في هذه الجلسة التضامنية لنقف وقفة تضامن مطلق وغير مشروط مع الشعب الفلسطيني بمناسبة تخليد يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 أبريل من كل سنة، وهو اليوم الذي تم إقراره من طرف المجلس الوطني الفلسطيني تقديراً للتضحيات الغالية والجسيمة وإحساساً بالاضطهاد والمعاناة اليومية التي يقاسيها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال. إننا في الفريق الاستقلال نشجب كل مظاهر الاعتداء الوحشي على فلسطين أرضاً وإنساناً، وما يتعرض له أبناء فلسطين العزل من اضطهادات يومية من طرف القوات الإسرائيلية الغاشمة براً وبحراً وجواً، لتتحول بذلك الأراضي الفلسطينية في أكثر من مشاهد بشعة ومستفزة ومؤلمة إلى مجزرة أمام مرأى ومسمع من المنتظم الدولي. إنما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل غياهب السجون الإسرائيلية من مختلف أشكال التعذيب النفسي والجسدي لا يدعو المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية كاملة من خلال إجبار الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة التقيد بمقتضيات الاتفاقيات الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بمجال حقوق الإنسان وصيانة كرامته، بما من شأنه أن يحد من انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين وحماية حياتهم وضمان حقهم في التطبيب والعلاج وتلقي مختلف أوجه الرعاية والتعامل الإنساني. السيد الرئيس، من هذا المنبر نسجل باعتزاز كبير كل المبادرات السامية التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين وبصفته رئيس لجنة القدس تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي من خلال الاتصالات التي يجريها جلالته مع كل من الرئيس الفلسطيني والأمين العام للأمم المتحدة، وكذا مختلف المبادرات الملكية الإنسانية النبيلة المتمثلة في إقامة المستشفى العسكري الميداني بقطاع غزة، والدور الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس من مشاريع ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية. وحيث أن المناسبة الشرط، لابد أن نسجل باعتزاز وأن نشيد بمبادرات مكونات مجلس النواب من إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية حول القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي خلف استحسانا ولقي صدى طيبا لدى جمعية برلمانيين من أجل القدس التي عقدت مؤتمرها الأخير خلال شهر دجنبر بتركيا. وتماشيا مع هذا السياق، لا بد أن نؤكد أن المغرب كان سباقا إلى إحداث هذه اللجنة التي طالب بها ممثل البرلمانات العربية والإسلامية. سيد الرئيس، إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ندعو المنتظم الدولي إلى تسخير
كل آلياته من أجل وقف كل ممارسات العدوان الصهيوني ضد السيادة الفلسطينية من أجل تحقيق سلم عادل ومتوازن في المنطقة، ووفق كل أشكال التطبيع ووقف كل أشكال التطبيع والتعامل مع حكومة الكيان الصهيوني. كما يحث الفريق أيضا مكونات المجلس أغلبية ومعارضة إلى المزيد من التعبئة في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من أجل الدفاع عن قضية فلسطين لدى المنتظم الدولي من برلمانات ومنظمات وهيئات وعاشة القضية الفلسطينية. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيد النائب. الكلمة للفريق الحركي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السيد الرئيس المحترم، السيدين الوزيرين المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمون، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وإحياء ليوم الأسير الفلسطيني الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في 17 أبريل من كل سنة، لا يسعنا في الفريق الحركي إلا أن نعبر عن استنكارنا وتنديدنا لاستمرار إسرائيل في انتهاكها ودوسها على حقوق الشعب الفلسطيني التي تتخذ عدة مظاهر من التنكيل والاستبداد وخرق القوانين والمواثيق الدولية، وضمنها قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. فهل يعقل أن يستمر أكثر من 1 مليون فلسطيني من كافة شرائح وفئات المجتمع رهن الأسر والاعتقال من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967؟ والغريب في الأمر أن هؤلاء الأسرى الذين قضى عدد منهم نحبه داخل سجون إسرائيل لم تشملهم أي محاكمة، وأي محاكمة يا ترى يمكن أن يخضعوا لها وهم لم يثبت أنهم ارتكبوا جريمة تستحق الإدانة؟ فهم لم يطالبوا إلا بحقهم المغتصب المشروع، فهل قدر هذا الشعب أن يتحمل لوحده كل هذه السياسات الجائرة التي تستهدفه؟ هل قدر هذا الشعب أن يجتر تبعات مثل هذه السياسات التي تكيل الكيل بمكيالين وتنتصر للقوة بدل السلام وتغلب منطق القمع والإهانة والتشريد والأسر والاعتقال؟ ما جدوى القوانين الإنسانية والاتفاقيات الدولية إذا كان مصيرها الانتهاك والتجاوز؟ إن الشعب المغربي الذي يؤثره إجماع غير مشروط بخصوص هذه القضية وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله لا يمكنه إلا أن ينظر بعين الامتعاد والاستهجان وهو يتابع يومياً ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مظاهر التنكيل والاستبداد التي تعرض لها الشعب بكافة مكوناته برجاله ونسائه وشيوخه وأطفاله من خلال آلة الظلم الممنهجة التي تستهدف البشر والأرض. حضرات السيدات والسادة، إن إسرائيل تتحمل كل المسؤولية القانونية الدولية حول الانتهاكات التي تمارسها في حق الشعب الفلسطيني وضمنهم الأسرى، وهي مناسبة تستدعي كل القوى الدولية المدافعة على حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها ومواصلة الضغط من أجل إجبار الاحتلال على التقيد والالتزام بقواعد واتفاقيات القانون الدولي الإنساني. فلا معنى لقوانين واتفاقيات إذا كانت تطبق على البعض ويتحلل منها البعض الآخر بدون متابعة أو جزاء أو إلزام، ولا معنى للتشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان إذا كانت إسرائيل غير معنية بها، ولا سيما حينما يتعلق الأمر بضمان الحد الأدنى من الحق في الحصول على العلاج اللازم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وحينما تتعرض الغالبة العظمى لكل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية واللا إنسانية
خلافا لاحكام اتفاقيه جنيف الرابعه لسنه 1949 وخلافا للاتفاقيه الخاصه بمناهضه التعذيب لسنه 1984. انه لمن المؤسف والمخجل ان تستمر اسرائيل في نفس السلوك والممارسه غير آبئة باي شيء، فسياسه الاعتقال التي ينفذها هذا الاحتلال ونقل الاسرى خارج الحدود تشكل جرائم حرب ليس لها اي مسوغ الا في الاديان ولا في القوانين. والمثير ان هذه الخروقات المستمره امام انظار المجتمع الدولي لا يقابلها اي عقاب او جزاء. حضرات السيدات والساده، اننا واذ نحمل الاحتلال الاسرائيلي مسؤوليه ما تقترفه يوميا في حق الشعب الفلسطيني، فاننا نؤكد على ضروره تحمل القوى العظمى والمنظمات الدوليه ذات الصله لمسؤولياتها التاريخيه في لجم كباح جبروت هذا الظلم وهذا الجبر المستحكم تجاه شعب أعزل، كما أننا ندعو كل الدول العربية والإسلامية للعب دورها الدبلوماسي التاريخي في قضية لا تستحمل أي مزايدة وأي تفكك في المواقف. ففلسطين قضيتنا جميعاً، وقد اعتنقناها كمغاربة على الدوام، ولا زلنا منخرطين فيها بقيادة جلالة الملك إلى حين قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيد النائب. الكلمة للفريق الاشتراكي. السيد الرئيس، السيدان الوزيرين، السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي في هذه الجلسة المخصصة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وبالأخص أبنائه وبناته الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع يوم الأسير المقرر من طرف المجلس الوطني الفلسطيني يوم 17 أبريل من كل سنة، دعما لصمود وتضحية مناضلين ومناضلات من أجل حرية الوطن فلسطين. ودون إعادة التذكير بمواقف بلادنا ملكا حكومة وشعبا من القضية الفلسطينية وما يرتبط بها والدعم المبدئي واللامشروط الذي يؤطر تفاعلنا معها، يهمنا من خلال هذه الكلمة المقتضبة أن نسلط الضوء، والمناسبة شرط، على واقع صعب مقلق ومستفز لجميع الأحرار عبر العالم من المدافعين عن حقوق الإنسان في شموليتها إزاء جحيم السجون الاحتلال الإسرائيلي وما يعنيه وما يعانيه الأسرى الفلسطينيين بها. بطبيعة الحال منذ سنوات خلت والبعض يدعو إلى أن يكون التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال أن يكون تضامنا حقوقيا بالاشتغال على الجانب الحقوقي إلى الجانب السياسي باعتبار المكانة والدور ديال الخطاب ديال حقوق الإنسان والتأثير دياله في السياسات الدولية بالنسبة لعدد من الحكومات. ونحن اليوم أمام واقع وأمام سياسة إسرائيلية تضرب جميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية في صورة واضحة متجلية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية اللاصقة بتواجد الكيان الصهيوني كدولة احتلال. نحن أمام سجناء، أمام أسرى فلسطينيين. نتحدث دائما عن الشهداء وقد رحلوا بأجسادهم، لكننا كذلك أمام أسرى سلبت منهم حريتهم وصارت أجسادهم حبيسة بضعة أمتار في مساحات وفي وضعية لا إنسانية كلها تعذيب وتنكيل جسدي ونفسي. سجناء منهم من قضى طفولته وشبابه وصار إلى مرحلة الشيخوخة ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال. أسرى يغادرون سجون الاحتلال
في حالات مرضية وعجز دائم بسبب معانوه وغير ذلك من مظاهر التنكيل والتعذيب والإساءة التي للأسف الشديد يتعامل معها المنتظم الدولي والقوى العظمى التي تنقط لعديد من الدول فيما يتعلق بالجوانب الحقوقية على كل صغيرة وصغيرة وتغض الطرف عن خروقات كبيرة عن جرائم لا إنسانية يرتكبها العدو الإسرائيلي في حق شعب أعزل وفي حق أسرى حرب يفترض أن تحترم في حقهم على الأقل المواثيق والقوانين الدولية. بطبيعة الحال تضامننا هو تضامن مبدئي ودائم، وكأن واقع الحال يقول من يستسلم أولا؟ هل يستسلم السجان أم يستسلم السجين؟ وتضامننا مبدئي ولنا يقين بأن الأسير الفلسطيني لن يستسلم أبدا، والتاريخ شاهد على ذلك، إذ نسجل تضامننا ونجدد تضامننا كشعب مغربي مع الشعب الفلسطيني في محنه. لا شك وأن نذكر بأننا أمام واجب، ومن موقعنا كنواب برلمانيين أمام واجب فتح نقاش كبير وعميق في الجانب الحقوقي مع البرلمانات الشقيقة، لأن المعركة هي كذلك بقدر ما هي معركة سياسية معركة من أجل الاستقلال دولة فلسطين، فهي كذلك معركة حقوقية تهم الإنسان بشكل مجرد أينما كان. شكرا. شكرا سيد الرئيس. الكلمة للمجموعة النيابية للتقدم والشراكية. سيد الرئيس، سيدان الوزيران، سيدات والسادة النواب المحترمين، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية وتعبيرا منها عن موقفها المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية التي تظل بالنسبة للمغرب بكل مؤسسات الدولة ومكونات الشعب قضية مركزية لا تحتمل ادخار أي جهد في سبيل نصرة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الأبي. يشرفني أن أتناول اليوم هذه الكلمة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 أبريل في كل عام، وإذ نجدد دعمنا المطلق وتضامننا الكامل مع نضالات الشعب الفلسطيني البطل وحقوقه المشروعة في بناء دولة فلسطينية مستقلة وموحدة عاصمتها القدس، وفي التصدي لسياسات الاستيطان وتهويد المقدسات. نثمن عاليا برامج ومشاريع التنمية متعددة الأوجه التي تنجزها مؤسسة بيت مال القدس بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، والتي تصب في مصلحة القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية القدس الشريفة خاصة. وهي مناسبة نجدد من خلالها دعوة حزب التقدم والاشتراكية وبإلحاح إلى دعم جهود الدبلوماسية الرسمية للدولة من خلال تنشيط الدبلوماسية الموازية بجميع مستوياتها لتعزيز هذا المسار، وللإسهام كذلك في التأثير وصناعة الرأي العام بغية حشد الدعم والمؤازرة لعدالة القضية الفلسطينية والتأسيس مجدداً لكي تسترد هذه القضية مكانتها كقضية ذات أولوية قصوى، قضية يجب أن تتبوأ صدارة الأحداث وأن يتم التعاطي
مع تطوراتها ومساراتها على نحو يحول دون تمكن الاحتلال الإسرائيلي الغاشم من عزلها ومحاصرتها عبر استغلال الانشغالات الداخلية للدول العربية مع الأسف، أو النزاعات البينة القائمة. كما تعرب المجموعة النيابية ومن خلال حزب تقدم الشراكية عن استعدادها التام والدائم للإسهام بتنسيق مع القوى التقدمية والديمقراطية المعنية في تفعيل الآليات الناجعة لمساندة الكفاح الفلسطيني، وفي العمل على إنجاح كل المبادرات التضامنية المشتركة خاصة على الصعيدين العربي والمغاربي، وكذا في تعزيز وحدة الصف الفلسطيني وتماسكه كأداة لا محيدة عنها لبناء الدولة الفلسطينية الموحدة. السيد الرئيس المحترم، إن الأوضاع في فلسطين المحتلة اليوم تندر بالمزيد من الممارسات الهمجية للاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وما يرتكبه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتزايد حالات الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى وعسكرة محيطه، وهي التطورات التي تفرض اليوم على المنتظم الأممي وكل أحرار العالم إدانة هذه الجرائم الإسرائيلية المتكررة في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والعمل على التصدي لها والضغط على الهيئات الأممية المختصة من أجل إنهاء الاحتلال وإقرار حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وفي العيش بحرية وكرامة. والشعب الفلسطيني وهو يحيي الذكرى، ذكرى يوم الأسير التي تصادف يوم 17 أبريل من كل عام، وفي ذاكرته ما تعرض ويتعرض له بشرائح المختلفة من أطفال وشيوخ ونساء وويلات الاعتقال في سجون إسرائيل، وفي سجلاته ما يزيد عن 1,000,000 حالة اعتقال نفذتها سلطات الاحتلال. سيد الرئيس، تتمينا وترسيخا لمواقف بلادنا المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، فإن المجموعة النيابية للتقدم الاشتراكية وهي تستحضر قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الصهيوني، وتستحضر الآلام والمعاناة، وتستحضر الخروقات الجسيمة في حق الإنسان وفي حق القيم وفي حق الحرية التي هي مبتدأ ومنتهى مبادئ حقوق الإنسان، فإنها تدعو مختلف مكونات مؤسساتنا التشريعية المقرة إلى اتخاذ كل المبادرات. تحية للشعب الفلسطيني، وتحية للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ونتمنى أن يرفرف علم دولة فلسطين بألوانها، الأبيض لون الحب، والأخضر لون الأرض، والأسود لون الرمح، والأحمر الملون بدماء الشهداء. وشكرا. شكرا سيد النائب. الكلمة للنواب المتسمين. سيد النائب تفضل. السلام عليكم السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمون. شكرا أولا على المبادرة، كنتمنوا احنا هذه المبادرة وكنتمنوا دعوتكم لنا للمساهمة في هذه الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني البطل. كنتمنى أنا شخصيا هذا الإجماع ديالنا اليوم ضد العنصرية، ضد الأبارتيد كما فايت لينا تكلمنا عليه في هاد تحت هذه القبة. السيد الرئيس، كنتمن هذا الإجماع وما غاديش نخرج من سياق التضامن مع الشعب الفلسطيني اليوم في هذه المكالمة، هذه المداخلة المقتضبة، وخا قلبي عامر، وهذا احتراما لهذه القضية العادلة، بل أكثر من ذلك. وسمعت في المداخلة اللي سبقتني، أنا مستعد وإحنا مستعدين نساندوا أي مبادرة منكم هدفها تضامن أكبر وأقوى مع هذا الشعب البطل، هذا الشعب المظلوم في بلاده. شكرا. شكرا سيد النائب.
إذا السيدات السادة والسيدة السادة النواب، نشرع في معالجة جدول الأعمال هذه الجلسة، ونبدأ بقطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. مرحبا سيد الوزير، أول سؤال في هذا القطاع لفريق العدالة والتنمية عن المعايير المعتمدة لتوزيع الدعم المالي للجمعيات والتعاونيات الفلاحية وتتبع صرف هذا الدعم. الكلمة لأحد نواب الفريق محترم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، نسائلكم عن المعايير المعتمدة لتوزيع الدعم للتعاونيات الفلاحية، وما هي التدابير المتخذة لتتبع صرف هذا الدعم الذي إن كان قد ساهم في وفرة بعض المنتوجات الفلاحية، فما هي أشكال الدعم الموجهة لتثمين المنتوج ولتشجيع تسويقه الذي أصبح يعرف صعوبات في بعض سلاسل الإنتاج؟ وشكرا. جواب السيد الوزير. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، هذا النوع ديال الدعم كيتم في إطار ديال العقود ديال البرامج اللي كتعملات مع التنظيمات البيمهنية لتنمية وتطوير مختلف السلاسل الإنتاجية، وهي تأهيل التنظيمات البيمهنية والجمعيات وتشجيع وإنعاش استهلاك المنتوجات الفلاحية ودعم البحث والتنمية. هي إعانات كتمتد بين 3 إلى 5 ديال السنوات. كاين برامج عمل كتصادق عليها اللجنة ديال التتبع المتكونة من الممثلين المعنيين والتنظيم المهني، وكتلتزم هذه التنظيمات باش تقدم تقارير سنوية على الإنجازات ديالها اللي كترجع لوزارة الفلاحة، وكذلك كتصل واحد النسخة منها لوزارة الاقتصاد والمالية في نهاية كل سنة. تعقيب فريق العدالة والتنمية. نسمين المجهود الحكومي المبذول السيد الوزير المحترم في هذا الباب، لكن هذه المجهودات تعترضها جوج الإشكالات. الإشكال الأول مرتبط بالاستهداف، أن هذا الدعم في الغالب ديالو يستهدف كبار الفلاحين في بعض التعاونيات والجمعيات الفلاحية، في حين كان خصو يكون موجه بالخصوص وبالأساس لصغار الفلاحين. الإشكال الثاني مرتبط بالحكامة، في شقين. الشق الأول هو أنه تم دعم ديال مجموعة من البرامج بدراسات اللي ما كانتش في المستوى، عطت نتائج عكسية. والشق الثاني مرتبط أنه هاد التعاونيات الفلاحية والجمعيات الفلاحية ديال كبار الفلاحين تشوبها بعض الشبهات، بل هي متورطة في اختلاس المال العام ديال هاد الدعم. سيد الوزير المحترم، وأحيل لكم على مثال ديال إحدى الجمعيات البيمهنية داخل إقليم بن سليمان، حيث يقوم رئيس الجمعية بتحويل الدعم المالي الموجه من الوزارة إلى الجمعية مباشرة، يقوم بتحويله إلى نائبيه في الجمعية اللي هو رئيس التعاونية، ديال الدعم 2009 2010 2011 2012 حتى النهايه ديال 2015. ان لم نقل لكم الملايين بل الملايير سيد الوزير المحترم. لذا ندعوكم الى الضرب بيد من حديد بفتح تحقيق في هذه النزيله ومجموعه من الملفات الاخرى المرتبطه حتى نعطي واحد البسيط من الامل. شكرا. تعقيبات اضافيه. رد سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. لابد نذكر بانه التعاونيات اللي بدا مخطط المغرب الاخضر كانوا في 3000 ولاو اليوم في 13 ولا 14000، وكاين واحد العمل معاهم اللي كيكون في اطار اتفاقيات باش كنساعدوهم على التنزيل ديال المخططات. وهذاك الشيء اللي كتكلم عليه ديال بن سليمان اللي واقيلا كيهم اللحوم الحمراء، هذاك الشيء بحثنا فيه وعملنا فيه الانسبكسيون، وبانه هذاك الشيء الاخوان ديال فعلا الفلوس مشاو لا فيديراسيون انتر بروفيسيونيل وما كانش عندهم الامكانيات باش يعملوا، واتفقوا في المجلس الاداري باش غادي يدوزوا على هذاك الخط باش فقط يخلصوا، وكانت تماك الانسبكسيون. وهذاك السيد اللي كان جبد هذا الكلام راه حنا الان معاه في دعوه، وحنا اللي دعيناه باش الا عنده شي حجه يجيبها يقدمها لنا. وشكرا. شكرا السيد الوزير. السؤال الثاني في هذا القطاع لفريق العداله والتنميه عن الرأي الجائر بجهتي قنوين ودنون وسوس ماسة. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها للحد من ظاهرة الرأي الجائر
وما يصاحبها من اعتداءات على الممتلكات الخاصة وإتلاف الموروث الطبيعي بكل من أقاليم سيدي فنيتيز نيت شتوكايت باتا رودنت وغيرها، نسائلكم. شكرا. جواب سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس المحترم. الترحال الرعوي هو ظاهرة متواجدة منذ سنوات في بلادنا، وما كانش عندنا سابقا أي خطة للتعاطي يعني مع هذه الظاهرة، والحمد لله اليوم عاد بدينا المسار في هذا الشأن، وحنا في المرحلة الأولى لأنه كاين قانون، كاين كذلك مكتسب المكتسب ديال هذا القانون خلانا أنه يكون أول اجتماع أولي ديال اللجنة الوطنية ديال المراعي في 2 أكتوبر 2018 في أكادير، كذلك تم اجتماعات عقد اجتماعات ديال جميع اللجان الجهوية على مستوى الجهات، وكذلك اجتماعات أولية للجان الأقليمية في المراعي على المستوى التنموي. تم إعداد برنامج وطني كيهم 92% من الأراضي الرعوية للمملكة، والذي يشمل شطره الأول كل من جهتي سوس وماسا، سوس ماسا وقلمين ودنون، وكذلك تم التعبئة ديال أزيد من 350 ألف هكتار من المساحات الرعوية، وهذا الشيء غادي يخلينا باش إن شاء الله غادي نبداو نديرو دي بلون داميناجمون باش نزيدوا الأمام يعني بهذا الشيء ديال الرعي. تعقيب فريق العدالة والتنمية. تفضل سيد النائب. شكرا. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير. إنني إذ أنوه بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارة أريد أن أؤكد على بعض الأمور. أولا أدعوكم سيد الوزير إلى الإسراع بالتعويض المادي والمعنوي عن الخسائر والأضرار التي لحقت بممتلكات الساكنة، بالخصوص ببعض الجماعات ديال إقليم تيزنيت شتوكا إتباها وتارودانت، وخاصة جماعة أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت، بسبب توافد عشرات الآلاف بل مئات الآلاف ديال الرؤوس ديال القطعان ديال الإبل والأغنام والبقر والماعز، وستتصل أحيانا سيد الوزير 200,000 من هذه الرؤوس. والخسائر التي لحقت بالممتلكات، لحقت أولا بالمحاصيل الزراعية ديال هذه السنة، هذه الخسائر لحقت بشجر ديال الأرقان، وما أدرك ما شجرة الأرقان. الخسائر لحقت بمئات الهكتارات من شجر الصبار، والمنطقة تتوفر على أجود الفاكهة ديال الصبار على الصعيد الوطني، كما أن الخسائر لحقت أيضا بعض المساحات الفلاحية المسقية. ولهذا النقطة الثانية السيد الوزير هو العمل على عدم تكرار ما وقع خلال السنوات الماضية، على عدم تكرار ما وقع، خصوصا هذه الخسائر الكبيرة والفادحة لممتلكات السكان. ثانيا بإيجاد حل فوري، حل منصف لكل الأطراف، حل في إطار القانون ولكن في إطار التوافق أيضا مع المجتمع المدني والساكنة المحلية والمنتخبين وجميع المتدخلين. شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد سيد الوزير. مع الدير سيد الوزير، هناك تعقيب إضافي؟ تفضل سيد النائب. سيد الوزير، بالفعل بفضل هذه المقاربة الجديدة انطلقنا من منطق إلى منطق آخر، منطق ديال التحكم إلى تطبق هذا القانون ديال 113-13 في الوضعية ديال الترحال الرعاوي. كنطلقوا من واحد الزمن ديال الفراغ التشريعي لواحد المنطق حاليا اللي فيه ضوابط قانونية وآليات ديال الضبط، وكنطلقوا من واحد الزمن ديال الفراغ ديال المأسسة إلى مأسسة فعلية لهذه الضوابط. اليوم السيد الوزير اللي ممكن نطالبوا به هو أن نفكروا في القدرة الاستيعابية في إطار هذا القانون، في إطار هذه الترسانة القانونية، القدرة الاستيعابية ديال بعض المجالات خاصة المنطقة ديال سوس ماسا، إلا ما كانش بقى قادة على هذا القطيع نحتفظوا به في المناطق المصدرة، ونربطوا الدعم ديال هذه المناطق المصدرة بالنسبة للكسابة يتربط بالتثبيت ديالهم في المناطق ديالهم. شكرا السيد الرئيس. هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد سيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. السيد النائب المحترم راه كيعرفوا مزيان هذا الموضوع وشارك معنا في الصياغة ديال هذا القانون،
وطبيعي انكم شاركتوا في اجتماعان سواء اجتماعات اللي هما كانوا مركزيا ولا يعني محليا في تيزنيت وكان نقاش وكتعرفوا بانه هذه المشاكل دابا ديال التنظيم ديال الروعات مشى للاقاليم والاقاليم عندها مسؤوليتها يعني باش تدخل وباش تحاول تحسن الجو. اولا ماشي بهذوك الارقام اللي جيتي بهم سيد نائب، هذوك مئات الالاف وداك الشيء ما كاين شيء. ثانيا انه حنا كنقوموا بواحد المجهود ان القانون اليوم حنا كنطبقوه وغادي القانون خصو شويه ديال الصبر لانه عاملين لي بلون داميناجمون والناس غادي يبداو يدخلوا فقط المناطق اللي هي مخصصه لهذا الشيء ديال الرعي الجائر. دونك حنا كنوجدوهم للمستقبل باش ما يبقاو ينتقلوا من منطقه لمنطقه افيك مع بديزوتوريزاسيون بالاتفاق مع السيد العامل بليزوتوريتي باش يكونوا كاملين. دونك حنا داخلين في هذا الشيء والناس اللي من بعد بيكون هذا الشيء واجد وخالفوا القانون ودخلوا للمناطق ديال الخواص ولا خداو سميتو يعني المنتوجات ديال الناس ولا خصوا شي حاجه غادي يخلصوا الخطيه وغادي يمكن تمشي لهم الفوريه وهذاك الشيء ديالهم يعني السيدي هذاك الماتيريال ديالهم باش نتعاملوا معهم. اذا حنا في بدايه مسار راه كتعرفوا بانه مشينا منطلقنا من شي حاجه اللي ما كايناش واليوم دانا واحد القانون وحنا كنسيروه وكنوجه لك كذلك بانه خص يعني في الاقاليم انها تاخذ المسؤوليه ديالها للتنسيق وللتحقيق. شكرا سيد الوزير. الإشكالية. السؤال الثالث للفريق الاستقلالي وحده التعادليه عن معالي المناطق الصناعيه الفلاحيه. احد الساده النواب. تفضل سيد النائب. شكرا السيد الرئيس. هل لدى الحكومه برنامج محدد لتسريع وتيره انجاز الاقطاب الصناعيه الفلاحيه بجهات المملكه بما يضمن سياسه تنمويه جهويه حقيقيه وما مآل القطب الصناعي الفلاحي بجهه الرباط سلا القنيطره؟ جواب السيد الوزير. شكرا. فعلا كاين سبعه ديال الاقطاب الفلاحيه اللي غادي تكون محطات صناعيه مندمجه داخل فضاءات خاصه وكتضم محطات متخصصه في الانشطه اللوجستيكيه فيها كذلك اقطاب ديال الجوده الكاليبول وفيها كذلك السلامه الصحيه والبحث الزراعي وتنسيق الصادرات. وانتهت ديال الاشغال ديال تهيئه الشطر الاول في مكناس بركان تادلا وسوس. بقاو لنا يعني بخصوص القطب ديال جهه الرباط سلا والقنيطره والحوز واللوكوس فهما في دراسه الجدوى وكاين مشاريع اللي هي متقدمه بالنسبه للاخرى اللي هي جهه الرباط سلا والقنيطره. تعقيب سيد النائب. شكرا سيد الوزير. تنعرفوا بان هذه الاقطاب تتجلى في تحقيق تنمية جهوية متوازنة وتتمن المنتوج الفلاحي واستغلال المؤهلات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة الفلاحين صغارهم ومتوسطهم وكبارهم وجعل القطاع الفلاحي دعامة أساسية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي. ولكن هناك سؤال كبير، متى يصبح القطاع الفلاحي في قلب السياسات العمومية من خلال مشاريع وبرامج فلاحية التي تستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة بها بما فيه تعميم الأقطاب الصناعية الفلاحية؟ وهنا نستحضر خطاب صاحب الجلالة ناصر الله في هذا المجال. كذلك هناك إجماع جميع الفلاحة السيد الوزير من خلال الزيارات الميدانية اللي قام بها الفريق الاستقلالي على تعميم هذه الأقطاب الفلاحية من قرب الفلاحين. كما بغينا نقولوا خصنا نجيبوا لي زاغروبول عند الفلاحة ماشي العكس السيد الوزير. وهنا غادي نعطي الحل لمجموعة المشاكل منها توفير اليد العاملة داخل المزارع وداخل الأقطاب الفلاحية وتقليص الكلفة بالنسبة للمستثمرين أو بالنسبة للفلاحة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية. كذلك هنا غادي خلقنا واحد التوازن اقتصادي وإنصاف مجموعة ديال المناطق من إقليم سيدي. شكرا. تعقيبات إضافية. رد سيد الوزير. أنا قلت في الجواب ديالي بأنه هذه الأقطاب كلها عملناها داخل يعني المناطق الفلاحية باش تكون أونفاز مع لي زاتو ناتورال ديال المنطقة وباش نحولوا المنتوجات الفلاحية. بركان فلاحية
سوس فلاحية، الحوز فلاحية، تادلة كذلك داخلة في يعني في سميتو الغوب كذلك غادي يكون هكا، يعني اللوكوس غادي يكون هكا. لابد منشي أنه الحمد لله كاينه واحد الدينامية اللي هي جديدة في الاستثمارات ديال الصناعة الفلاحية، بحيث اليوم كاينه تقريبا اللي محطوطة 140 وحدة ديال اللي غادي تعملوا فيها استثمار 3 مليار و200 مليون ديال الدرهم. هادو دي دوسي دانفيستيسمون اللي محطوطين عند وزارة الصناعة يعني والتجارة وكذلك عند. شكرا سيد الوزير. فيما يلي 5 أسئلة لها وحدة الموضوع تتعلق بحصيلة الموسم الفلاحي الحالي، إذا تقدم دفعة واحدة لكي تنال جوابا موحدا. السؤال الأول للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التقدم والاشتراكية، تفضل سيد نايم. سيد الوزير، نسألكم حول آفاق الموسم الفلاحي الجاري في ظل الجفاف الذي تعرفه بلادنا، وشكرا. السؤال الثاني الفريق الاستقلالي. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، تأخر وضعف التساقطات المطرية كان له انعكاس سلبي على الموسم الفلاحي ككل، ما هي التدابير والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتفادي هذه الانعكاسات، وشكرا. السؤال الثالث لفريق تجمع الدستوري. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، السيد الوزير، نسائلكم عن حصيلة الموسم الفلاحي لهذه السنة. السؤال الرابع للفريق الحركي. شكرا السيد الرئيس، ونحن كذلك هذا همنا هو الاهتمام بهذا الموسم، وشكرا. السؤال الخامس والأخير للفريق الاشتراكي. نسألكم السيد الوزير عن الوضعية الحالية للموسم الفلاحي، وما هي الإجراءات الملموسة لإنقاذ الموسم الفلاحي لهذه السنة؟ جواب السيد الوزير، تفضل من السيد الوزير. شكرا. سيد الرئيس، حضرة السيدات والسادة النواب المحترمون، قبل ما نعطي لكافة المعطيات نوير المجلس يكون موقع ومن خلال الرأي العام، احنا كنحمد الله على التساقطات المطرية الأخيرة اللي عمت بلادنا واللي غادي يكون لها أثر هام على الزراعات الربيعية والأشجار المثمرة. المزيد من التوضيحات، عرف الموسم الحالي ظروف يعني مناخية متباينة. أولا كانت الشتاء مزيانة في أكتوبر وفي نوفمبر، آخر نوفمبر تقريبا كنا في 111% زيادة بالنسبة لسنة عادية اللي هي 30 سنة ديال الموين. ولكن ما جات شيء الشتاء في نوفمبر، ما كان شيء الشتاء في ديسمبر، ما كان شيء الشتاء كذلك، ما جات الشتاء في ديسمبر وفي جانفي وحتى الأخير فيفري. الحمد لله رجعت الشتاء في مارس، ولا معدل التساقطات المطرية إلى غاية اليوم 283 مليمتر تقريبا، أي بانخفاض ديال 12% بالنسبة لأناني موين سنة عادية. والحقينة ديال السدود وصلت تقريبا 59%، وبرجوع الانطلاق ديال الموسم عرفت الإجراءات المتخذة واحد الضمان ديال حسن السير ديال الموسم بتوفير 2,200,000 طن قنطار ديال البذور، ضمان تزويد السوق بما فوق 500,000 طن من الأسمدة، تخصيص 70,000 هكتار لهكتار الحبوب، ومواصلة تسويق التركيبات السمادية والتأمين اللي وصلت تقريبا 1,000,000 هكتار. وبلغت المساحة المزروعة إلى غاية 20 أبريل حوالي 5.5 مليون هكتار، منها 9% مسقية. السكر درنا تقريبا 102 من البرنامج المحدد ديال الشمنظر، وكذلك قصب السكر درنا 13,000 هكتار، منها 10,000 اللي قابلة باش تقطع. وكيتقدر يقدر الإنتاج الإجمالي المتوقع
من السكر حوالي 600 ألف طن، أي بزيادة قضوها 8% على الموسم الماضي، وتقضوا مساحة الزراعة الربيعية 117 ألف هكتار فيها الحمص ونوار الشمس والكولزا وكذلك الذرة. وبخصوص التصدير، بلغ حجم الصادرات ديال مختلف المواد الفلاحية إلى حدود الساعة ما يناهز 1,640,000 طن بزيادة ديال 9% عن الموسم الماضي، ما يعادل تقريبا 17.4 مليار كرقم معاملات للتصدير بزيادة 700 مليون ديال الدرهم بالنسبة للسنة الماضية. بلغت الصادرات من الحواميد حوالي 628,000 طن 6% زيادة. وكذلك تعدت الصادرات من الخضر والفواكه 830,000 طن، إذن 11% ديال الزيادة، ومنها الطماطم زادت تقريبا بنسبة 4% مع الموسم الماضي في نفس الفترة. كما أن الحالة الصحية للقطيع مضية بفضل المجهودات المبذولة على مدار السنة من طرف المصالح البيطرية ديال السلامة الصحية وبالتعاون مع الأطباء البياطرة، كما أن إمداد السوق بالأعلاف كيمشي بشكل طبيعي. والحمد لله تبعنا جميع الاستراتيجية الناجحة اللي خدت لونسا في مواجهة ديال المرض الحمى القلاعية عند الأبقار، حيث تمكننا من محاصرة هذا المرض والسيطرة عليه، ولحدود الساعة مكنت الحملة اللي انطلقت في شهر يناير في جانفيي بتلقيح أكثر من 2.9 مليون رأس. وبالنسبة للكسابة اللي ضغوا راه تم الصرف ديال التعويض ديالهم، والحمد لله الأمور تسير من خير إلى أخير. شكرا. طيب ننتقل للتعقيبات. تعقيب المجموعة النيابية للتقدم الشراكية. شكرا سيد الوزير على هذه التوضيحات. غير لأن الفلاح بالعالم القروي خاصة الفلاح الصغير يعاني من عدة مشاكل. اولا غلاء المواد العلفيه، على سبيل المثال النخالة مازال السيد الوزير كدير جدراه فاصلة 30، الفصه كتجينا من تقريبا صالح بن بلال ما بين 60 درهم حتى 70 درهم، السي مبدع غادي يكون عارفها الفصه. الصوجه ما بين 7 ريال حتى 8 ريال. انا ما فاجاتني ملي قلتي لي غادي الامور من خير الخير، ما خاصه الفلاح الصغير في اقليم سطات كيعاني. ثانيا ديول. شكرا سيد النائب. تعقيب الفريق الاستقلالي. عفوا تفضل سيد النائب. ثانيا سيد الوزير، ديون الفلاح الصغير كتقل الذمه ديالو، كنلتمسوا منكم الاعفاء ديالهم. الفلاح كيعاني من واحد المشكل، هو الصعوبة في الحصول على الشواهد الإدارية الخاصة بالاستمرار. كيبغي يصوب بلاده ويقاد ويدلع على الحجة، كيبقى على الأقل عام، لأنه كاين وجود عدة متدخلين، كاين ديال التجهيز، الأوقاف ما كتجاوبش أصلا كاع. كاين السيد اللي باغي يدير العملية ديال القلب وتسدى غير في الاستمرار باش يبيع بلاده، ما عطاوش هذه الحجة. فكنلتمسوا منكم التدخل باش تكون هذه المسطرة سهلة، باش الفلاح الصغير على الأقل يبقى في المنطقة ديالو وما يهاجرش من المدينة البلدة العلوبية للمدينة. وشكرا. شكرا. تعقيب الفريق الاستقلالي. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، قدر المغرب أنه يوجد في منطقة تعرف خصاصا يعني كبيرا في التساقطات المطرية، لذا السيد الوزير تنشوفوا أنه ربما حان الوقت أنه للقفز من يعني الفلاحة العصرية إلى الفلاحة المستدامة. نسجل السيد الوزير بإيجابية أن مخطط المغرب الأخضر ساهم في اقتصاد تقريبا ما يزيد على 2 ملاير ديال المتر مكعب من الماء. نطلب السيد الوزير أن هاد 2 ملاير يعني تعبأ للمغروسات يعني في الأراضي البورية، حتى نتمكن كذلك من يعني من رفع يعني الدخل ديال الفلاحين من المونطو اللي عنده دابا الى ربما عشرات المرات. نطلب السيد الوزير بتسريع هذه العمليه، لانه هذه هي الحل الانجع، لما نبقاوش كل عام نجيو ونشوفوا روسنا واش عندنا واش كاين التعويض واش ما كاينش، وكنعرفوا انه المساطير يعني ديال التعويض معقده جدا، وان الفلاح الصغير دائما تيكون هو يعني هو لا فيكتيم، لانه ما تعرفش الاداره، ما تعرفش يكون الملفات ديالو. لذا السيد الوزير تنعرفوا انه هاد خصنا نديروا هاد القضيه هذه.
يعني في إطار المليون هكتار اللي معبأة. وكنعرفوا كذلك السيد الوزير انه ربما هكتار واحد ديال القمح وهكتار واحد ديال الزيتون تقريبا نفس يعني الاستهلاك ديال الماء، لذا خصنا ندوزوا يعني للتجار والاشجار المثمره بدل يعني بدل المغروسات البوريه. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب. تعقيب فريق التجمع الدستوري. شكرا السيد الرئيس. اولا كنهنيك السيد الوزير على النجاح المعرض الدولي للفلاحه مكناس. سيد الوزير شكرا على الجواب اللي قدمتوه واللي كيبين المجهودات اللي كدير الوزاره ديالكم لصالح الفلاح وساكنه العالم قراوي، وهي مناسبه باش نوهوا بالعمل اللي كتقوموا به وبنوهوا بالاطر ديال وزاره الفلاح. سيد الوزير الحمد لله المخطط المغرب الاخضر مشى في اتجاه تنويع المزروعات او الزراعات، وخير ذلك هو المنتوج الوافر ديال هذه السنه من الحوامض والزيتون. هذه المجهودات هي اللي غادي تخلي النمو ما يتقاش رغم ضعف موسم الحبوب. هذا الشيء اللي كيتعمل مزيان وحاسين به الفلاحه وساكنه العالم القراوي. هذا الشيء كنشوفوه كل نهار. السيد الوزير للاسف هذا العام شنا قلة التساقطات، وهذا شيء امر ديال الله سبحانه وتعالى. الموسم ديال الزرع غادي يكون ناقص، وحنا مع الفلاحه كنا امال انكم غادي تتدخلوا كيف ما هي العاده لصالح هاد الناس وخصوصا الفلاحه الصغار. السيد الوزير اليوم الفلاحه كيتسناو منكم تعاونوهم بالعلف والماء وتساعوا هاد السنه من التعويضات ديال التامين. انتوما ما عمركم ما دخلتوا على العالم القراوي وعارفينكم غادي ما تخلوش عليه. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب. تعقيب الفريق الحركي. شكرا سيد الرئيس. لا نختلف على النجاح ديال مخطط المغرب الاخضر، ولكن نختلف على بعض الاشياء. نتفق معكم سيد الوزير، النجاح المطلق في السنه او قبل السنوات الماضيه كانت هناك القدرة الشرائية على المواطن هي صعيبة جدا. الثومة وصلت 40 درهم، البصلة 15 درهم، الزيت 60 درهم، اليوم شحال كيسوى؟ كل شيء في قدرة المواطنين، هذه هي الحقيقة وخصنا نقولوها. إلى أنه السيد الوزير، أنا نرجع لواحد الكلمة قال السي بن كيران الله يكثر خيره، كنا في مكناس، قال أنا كنتفائل في النجاح ديال القطاع الفلاحي في الشخص خنوش، وهذا سجلته وكانت فعلا طبقت هذه الجملة هذه. اليوم كنقولوا على أنه بالنسبة لترشيد الموارد البشرية سيد الوزير، لما نتكلم عن المواكبة للقطاع الفلاحي هناك خصص سيد الوزير المرشد الفلاحيين، لما كنقسموا 500 موظف على 1509 جماعات سيد الوزير هناك خصص، وهذا النداء للحكومة بتوفر الموارد البشرية باش يتم مواكبة. واليوم أنا غادي مسرور لما اكدتم على الجدول ديالكم فيها القطب الفلاحي الصناعي بالمنطقه اللوكس، تحسب لكم سيد الوزير، ونحن جد سعداء بهذا الخبر للساكنه المغاربيه، لان منطقه اللوكس توفر على مؤهلات مزيانه عظيمه. اذا اليوم انصفت هنا كذلك المدرسه الفلاحيه اللي عملتوها لنا وكذواكب كذلك الفلاحه اللي يمكننا نوصلوا لواحد الوعي ديال الترشيد، لان ملي نسمحوا البطاطس غاليه السنه اللي كتجي كنديروها كاملين، هنا خص نقولوا ستوب، تكون عيب واحد الاماكن معينه. شكرا سيد النائب. شكرا شكرا سيد النائب. شكرا. تعقيب الفريق الاشتراكي. لابد في الفريق الاشتراكي ان نشكر الحكومه على المجهودات اللي كتقوم بها في الميدان الفلاحي، ولكن بحال اللي كنعرفوا جميع على ان هذه السنه ما كانتش سنه عاديه، وخصوصا الامطار الاخيره، انتم كتعرفوا على انه الامطار الاخيره تقريبا طيحت النوره ديال الاشجار، الاشجار اللي كاينين تقريبا اللي نوروا مع البرد ومع الشتاء كلها تقريبا طاحت. ولكن السيد الوزير بالتاكيد ما تفضلته وقلته انه كاينه مجهودات كبيره وكاين واحد النوع من الاطمئنان النسبي، ولكن لابد ايضا من ان نشير انكم لابد من العمل على تنظيم الفلاحه الصغار في اطار تعاونيات، وخا هما ما تيبغيوش للاستفاده من دعم الدوله،
لأن أصحاب الضيعات الصغيرة لا يستفيدون من دعم الدولة. المسألة الثانية اللي كنعتبرها أنا مهمة هي مساعدة الكسابة على توفير الكلاء بالنسبة للماشية، لأن بالتأكيد هذه السنة غادي يكون واحد النوع من النقص، وحنا كاع حنا ولاد البادية عارفين شنو كاين في البادية. المسألة الثالثة هي الإجراء، ما هي هذه الإجراءات اللي غتقوموا بها مقابل ضعف التساقطات المطرية اللي كانت في هذه السنة؟ ما نتوخاو سيد الوزير أن تقوم وزارتكم بنهج مقاربة تشاركية واستراتيجية التقائية تستهدف بالأساس الرفع من الإنتاجية لدى الفلاح الصغير في مختلف النواحي. شكرا. من دعم إلى الإرشاد الفلاحي. شكرا سيدة النائبة. هل هناك تعقيبات إضافية؟ هل هناك تعقيبات إضافية؟ فريق العدالة والتنمية. خصنا نشوف المعرض ديالو. شكرا السيد الوزير. اولا لابد ان نشكر الله عز وجل على الامطار الخير، وفكاش ما جات مرحبا بها، ونتمنوا الله عز وجل ان ينعم علينا مزيد من المطر. السيد الوزير تكلمتوا على المحاصيل كلها، الفواكه، الخضار، انتاج الشمندار، وحتى على التصدير، وكي ما عطيتيناش المحصول الزراعي ديال هاد السنة. صحيح أنه كان كيتقدم في المناظرة الفلاحية اللي كتكون في مدينة مكناس، هاد العام ما كانتش، وربما هي السبب ديال العدد، تراجع حتى ديال العدد ديال 850,000. ما كان لا بلاغ لا تأجيل ولا غيره، وفي المناظرة كنا كننتظروا غيكون واحد التقييم ديال المخطط الأخضر، ولكن أكثر كنا كننتظروا الرؤية الجديدة كما كانت تعليمات توجيهات جلالة الملك حول الموضوع ديال ماذا بعد المخطط الأخضر. حنا كنواب برلمانيين عندنا مقترحات، بغينا كذلك أن نقدم هذه المقترحات. متى سنقدمها؟ متى سنستمع لهذه المقترحات؟ ثالثا السيد الوزير، صحيح مكناس يمكن ما درتش فيها شي أمور كثيرة، ما رجعش للأسباب. إذا كان المعرض الدولي للفلاحة هو أحد أهم ما كتعرفوا مدينة مكناس، ولكن لا يمكن أنه خلال 14 دورة وحنا كنديروا الخيام، خصنا نبنيوهم. جا موره تبنى المعرض ديال الخيول ب 500 مليون ديال الدرهم، كيدير فيه مرة واحدة وعز سنوي، كلشي كيعرفوا بلا ما رجعوا له. هذا ديال مكناس كيخلي فائض سنوي. متى حنا عطينا، حنا قلنا كجماعة مكناس عندنا الأرض باش نبنيو، كنتمنى بأنه على الأقل تكون إضافة نوعية، وما غيكونش في غير معرض الفلاحة، تكون فيه معارض أخرى وستستفيد مدينة مكناس. شكرا. هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ رد سيد الوزير، تفضلوا مصر. اولا يمكنني نقول لكم بانه الانتاج من الحبوب الرئيسيه الثلاث غادي يكون جد متوسط، ماشي الاعلان ديالو ولا بده يكون في ليزاسيز. وهذا الاسبوع الى شفتوه المعرض الفلاحي زيدناه باسبوع، وحنا خصنا نقراو الاخير ماي باش تكون لا سيرتيتود بالنسبه لي بريفيزيون. دونك هذا هو الاسبوع فين كيتعطى يعني النتيجة ديال الفلاحة بما يخص الحبوب، وإن شاء الله في هذا الأسبوع هذا غادي تكون النتيجة اللي بينا. ولكن كنني نقول لكم من الآن بأنه الموسم سوف يكون موسم متوسط فقط يعني في الحبوب، إما بالنسبة للزيتون 1,900,000 طن أغلب المساحات كلها مزيانة، بالنسبة للحوامض 2,600,000 طن اللي هي تحققت هذا الموسم بالمشاكل ديالها اللي عرفتوا. تحسين ديال الغطاء النباتي، الحمد لله هذا الشتاء الاخر اللي جات حسنات الغطاء النباتي، وكنا بعد الاقاليم غادي نصيفطوا لهم الامكانيات، وقالنا ما تصيفطوا شيء لنا، الربيع طلع عاودنا الحمد لله الامور تحسنات والناس بدات كتحرك. كما انه هذا بعد ما جينا عامين اللي هي كانت مزيانه الحمد لله، يعني الاثمنه ديال الاعلاف واخا هكاك
مثلا الى خدينا تكلمتي هذا ولكن ما تكلمتيش على الشعير بجوج دراهم وستين اللي هو انخفاض قدره ب 33% بالنسبه يعني للسنه الماضيه. ولكن اللي يمكن لي ناكد عليه اليوم هو رغم عدم الانتظامات ديال التساقطات لانه في واحد لابيريود وقفات الشتاء بوندون شهرين ونص ولا ثلاثه ديال الشهور هي من السطات للفوق ودكالا وهذا كلها مناطق اللي هي تقسحات لانه ما كانش فيها الانتاج اللي هو مزيان وتراجع يعني المحصول. ولكن الديناميه الكبيره للقطاع الفلاحي وتطور مختلف سلاسل الانتاج غيمكننا من الحفاظ على نفس مستوى الناتج الداخلي الخام اللي يتراوح ان شاء الله بين 124 و 125 مليار. العام اللي فات كانت احسن سنه فلاحيه يعني في تاريخ المغرب بالنسبه للانتاج. رغم انه غادي يهبط هذا العام السيريال غادي نبقاو في هذاك لو بالي اللي كنا فيه السنه الماضيه وهذا انا كنعتبره لانه جد مهم لان القطاع المشيه مزيانه الاشجار المثمره مزيانه المواد التصديريه هي مزيانه وكلها عطاتنا باش نمشيو واحد البالي اللي هو مزيان. المناطق الاخرى اللي مقصحه بحال الصراغنا ومراكش وسطات وسيدي بن نور وقليب بن سليمان وبرشيد وواحد وتوريط وجراده وكاسيف بلا ما نذكرهم كلهم هادو غادي تكون عندهم برامج ان شاء الله باش ندعموهم في هاد الظروف اللي غادي تجي تكون الا كانت صعبه باش غادي نعطيهم يعني الماء والعلف وهذا غادي كما موالفين كنعملوا غادي نعملوه ان شاء الله في هاد السنه. والتامين التامين غادي يخرج كاين مليون راه الناس راهم في الميدان وبداو كيديروا التقييم ديالهم باش يبدا التعويض في احسن الظروف. متنو مكناس حنا فرحانين باش نكونوا في مكناس عملنا سميتو حنا الا بغيتي تحاسب معايا على سميتو هادشي ديال لي زاسيز تحاسب مع الحكومه كلها ابتداء من الوزاره ديالكم واش كلهم تبعوا كل سنه كيديروا. حنا الحمد لله وزاره الفلاحه كل سنه كنعملوا لي زاسيز ديالنا وهذا العام لا سيدي اسمح لي قال لي علاش ما ديرش ولي خليني نتكلم. شويه خلوني نتكلم حتى هو تكلم. السادة النواب الوقت خلو السيد الوزير يجاوب. السيد الرئيس رجاء السادة النواب الكلمة السيد الوزير شوف تفضل السيد الوزير. الله يخليكم يا كتحس معايا السيد الرئيس عندك الحق كتطلب الله يخليك لي شوف السيد الوزير سيد الوزير الوقت خليو السيد الوزير يكمل الجواب ديالو. تفضل السيد الوزير. شوف لي زاسيز ما داخليش في واحد برنامج حكومي هي سياسة تواصلية صافي هي سياسة تواصلية واللي بغى يعمل شي حاجة في المنطقة ديالو حنا هذيك مكناس ما هي إلى أسوسياسيون فهمتي عملوا أخويا اللي غادي يمكن لكم تعملوا بنيو بلادكم ومنطقتكم وحنا نجيو عندكم محلات. حنا المهمة ديالنا هي نجيو الفلاحة ماشي نجيو المناطق الصناعية. السؤال التاسع السادة النواب رجاء عن السادة النواب السؤال التاسع في هذا القطاع لفريق العدالة والتنمية عن تفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية من ملك الدولة الخاص إلى مستغلية. تفضل سيد النائب. شكرا سيد رئيس. السيد الوزير حول التدابير المتخذة لتفعيل المرسوم الجديد المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغلها بصفة منتظمة نسائلكم. جواب سيد الوزير. سيد الوزير تفضل بالإجابة. كان واحد في عهد الملك الراحل محمد الخامس طيب الله طراه هم واحد
تم توزيع ديال 21,000 هكتار لفائدة 2000 مستفيد. من بعد جاء الإصدار ديال واحد القانون باش يتمكنوا من تسوية ديال الوضعية القانونية الناس اللي تعطوهم هذه الأراضي وما كانش واحد تجاوب. ومن بعد تعملوا مراسيم، المرسوم الأول تعمل في 2006-2008 والآن تعمل في أبريل 2018 مرسوم آخر باش نعطيه الوقت الأكثر باش الناس يمكن لها تملك هذه الأراضي. والآن راه مع المديريات الجهوية والسادة العمال اللي هما مهتمين بهذا الشيء راه كنديروا حملات تحسيسية باش توصل للناس إن شاء الله. تعقيب فريق العدالة والتنمية. سيد الوزير المحترم، هذاك القانون كان صدر كان قانون مؤقت لمدة ديالو سنتين، ومن بعد خرجت المراسيم واستفد واحد المجموعة الناس اللي كانوا متبعين هذا الأمر، ولكن واحد المجموعة ديال التعاونيات ما استفدتش، وجاء التشريع مجددا وعاود فتح اليوم هذا الباب. تنشكرك على هذه البادرة، ولكن المشكل الحقيقي اليوم هو الناس اللي ماشي في التعاونيات، واللي للأسف الدولة في واحد المرحلة معينة ما ميزاتش بين الأراضي المسترجعة اللي دخلتها من في الملك الخاص وهي اللي استرجعتها من المستعمر، والأراضي اللي حفظتها الدولة باسمية الملك الخاص واللي تتعد بآلاف الهكتارات واللي تتعرف مناطق المغرب كامل اللي منها شيشاوة، منها الحوز، ومنها مراكش تسلطانت إلى غير ذلك. اليوم المطلب ديال هاد الفلاحة هو أنه هاد الأراضي اللي حفظتها الدولة في إطار إصدار التحفيظ ديال الأراضي الفلاحية واللي هما تيستغلوها أبا عن جد، واللي للأسف باقي تنقول هاد الدولة حفظتها في غفلة من مستغليها، لأنه نص بسطاء ما قاموش بالتعرض على مسطرة ديال التحفيظ. اليوم تيطالبوا الحكومة وتيطالبكم السيد الوزير باش أنه هاد الأراضي تفوتوها لهم، وهاد التفويت ماشي بالمجان، غيكون مبالغ مالية وغيدخل للدولة مبالغ مهمة وغيعاون على الاستثمار وغيحل أزمة حقيقية اليوم، لأنه هاد الفلاحة ما تستطعوش يستافدوا من برامج المخطط الأخضر لأنه الدولة. شكرا سيد النائب. تعقيبات إضافية. تفضل سيد النائب. سيد الوزير معذرة، هناك تعقيب إضافي. شكرا سيد الوزير المحترم. سيد الوزير، هاد الأراضي أصبحت عائق لنا حنا كفلاحة بسطاء كنعيشوا فيها مئات السنين وتوالدنا فيها ووزعناها بما أنزل الله. سيد الوزير، كاين اللي عنده الشجرة والأرض ما ديالو في الورثة، واليوم باقيين عايشين تحت رحمة ديال الشواهد. حنا اليوم بنا غير شواهدين نبنيو غير فين نسكنوا في الجامعات. ونعطيك مثال السيد الوزير، فيما يخص مراكش تنطلق من الجامعة ديال أكافاي حتى لشيشاوة كاين 25,000 هكتار تتسمى بلاد تمزقلفت. هاد بلاد تمزقلفت السيد الوزير كانت عند الناس ديال الفرنساويين، كانوا شادينها وتيحرطوا بينا وتيدرسوا بينا وتينقلوا بينا، واليوم خديناها عن جدارة في عهد محمد الخامس رحمه الله. لهذا السيد الوزير حلوا لنا هذا المشكل، اما بقى فين نزيدوا؟ راه بينا ينسكنوا، ما بينا لا فلاحه لا والو. شكرا. تعقيب اضافي اخر. تفضل السيد الوزير برد. وكيظهر لي انه الهدف باش زدنا عامين ودانا هذا المصوم انه باش نحلوا المشاكل الناس. دابا غير خص الناس توصل لها المعلومه، احنا ما غاديش بغينا نصايبوا 500 ولا 1000 كتار، خصنا نصايبوا 20,000 كتار كلها ان شاء الله. غادي نديروا حملات تحسيسيه وغادي نوقفوا على هذا الشيء باش يزيد الامان، ولكن النيه انه هذا الموضوع خصو يتهناوا منه نهائيا ان شاء الله. طيب، السؤال العاشر في هذا القطاع لفريق الاصاله والمعاصره عن الكساد في بعض المنتجات الفلاحيه. الكلمه لاحد الساده النواب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، نسائلكم عن التدابير المتخذه من طرف الحكومه للوقايه من مشاكل الكساد الفلاحي ومعالجه اثارها. جواب السيد الوزير. احنا كنشتغلوا على مجموعه من الامور اللي غادي ان شاء الله تمكن من استيعاب الانتاج. اولا رفع من الصادرات
لاستعادة التوازن الاقتصادي، ثانيا تطوير التدخلات على مستوى سافلة الإنتاج عبر تشجيع التتمين والتحويل وقطاع ديال الصناعة الغذائية. وقبيلة تكلمت على يعني تقريبا 140 مصنع اللي هي اليوم في طور التشغيل اللي كتوجد إن شاء الله، والعمل على تنظيم الأسواق وعلى الخصوص تطوير الطريقة باش كتشتغل أسواق الجملة. تعقيب سيد النائب. السيد الوزير المحترم، ولله الحمد على كرمه في وفرة الإنتاج الفلاحي، وهذا لا نشكو منه لأنه سيساهم في تنويع السوق الداخلي وتغطية الطلب وتمكين المواطنات والمواطنين من الاستهلاك، خاصة الفئات الفقيرة التي لم تكن تستطيع إلى وقت قريب من شراء واستهلاك بعض الخضار والفواكه. لكن السيد الوزير، هناك طرف آخر وأساسي في العملية الإنتاجية، وبدون المجهود والصبر والتضرع لله سبحانه وتعالى كان المنتوج الفلاحي سيكون ضئيلا، وستكون السوق الداخلي في حاجة ماسة لسداد الخصاص. إنه الفلاح السيد الوزير، الفلاح الصغير إذا أضحى عرضه لليأس وإنعدام الطموح فلم يعد يقوى على مواجهة الآثار السلبية للكسل الفلاحي، فمنتج الحوامض وخاصة الفلاحين الصغار، منتج الحوامض بإقليم بركان الذين يعينون عائلتهم ويوفرون مناصب شغل للنساء والرجال الأقاليم المغربية، قد تضرروا كثيرا، ومنهم من شرع في الاقتلاع أشجار الحوامض، وهذا خطر على الاقتصاد الوطني وعلى التماسك والسلم الاجتماعي. لذا يتعين السيد الوزير اتخذ تدابير استعجالية، منها وان ايجاد حلول راهنه لتعويض الفلاح الصغير من الخساره التي تعرض لها بسبب الكسل الفلاحي. ثانيا التحفيز على انجاز مشاريع الصناعه الغذائيه في الاجل القريب للتفادي معضله اتلاف المحاصيل الزراعيه. شكرا سيد النائب. ثالثا الانفتاح على شكرا. هل هناك تعقيبات اضافيه؟ رد السيد الوزير. هو فعلا الليمون كليمونتين بالخصوص في شهر ديسمبر وجانفي كانوا مشاكل، وحنا كنداسوا مع الاخوان ومع الفلاحه ومع المصدرين شنو هما الكيفيات اللي يمكن لينا نتعاونوا، لانه هذه المشاكل غادي تبقى واحد العامين مازال في المستقبل، وخصنا نحافظوا على هاد لافيليا باش تمشي للامام. حنا في نقاش معهم، ولكن فلاحتنا ماشي فقط كاين واحد المشكل ديال الليمون اللي هو في الاكسبورتاسيون تزاد ب 6%، ولكن كاين كذلك منتوجات اخرى اللي الحمد لله عرفت واحد القيمه مضافه اللي هي جد مهمه، بحال دابا الفواكه الحمراء هذا العام في الاكسبور ديالها طلع ب 38%، البطاطس هذا العام 41000 طن 15 مره الحجم ديال الموسم الفارط، البصل 17000 طن بعض المرات الحجم ديال يعني السنه الماضيه، المنتوجات الفلاحيه ارتفعت ب 15% 181000 طن الى حد الان. الحمد لله انه يعني فلاحتنا كتطور وكتلقى الاسواق، ولكن المنتوج ديال الليمون. شكرا سيد الوزير. عارف اشكاليه وغادي نتبعوه ان شاء الله. اخر سؤال في هذا القطاع لفريق الاصاله والمعاصره عن تأثيرات التقلبات المناخية على الموسم الفلاحي. تفضل سيد النائب. السيد الرئيس، السيد الوزير، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي تعمل الحكومة على اتخاذها لمواجهة تأثيرات التقلبات المناخية على المواسم الفلاحية، وشكرا. جواب السيد الوزير. حقا هذا السؤال جاوبت عليه من طرف الأسئلة كلها اللي كانوا جاوا المتعلقة بالموسم الفلاحي، واللي بغيت نأكد عليه هو أن مخطط المغرب الأخضر وضع الأسس المتينة لمواجهة التقلبات المناخية والتأقلم مع الظواهر اللي كيعرفها العالم، بالحفاظ على الموارد المائية وترشيد الاستعمال ديالها ونجاح العمليات وتحويل الزراعات. وانا قلت قبيله انه واخا غادي يهبط المنتوج ديال السيريال هذه السنه، غادي يبقى يعني المنتوج الدخل العام ديال الفلاحه في المستوى ديال السنه الماضيه، هذا كيبان بانه يعني كاينه واحد لا ريزيلونس ديال الفلاحه ديالنا ان شاء الله الحمد لله. تعقيب سيد النائب. السيد الوزير، بالنسبه للتاثير ديال هذه التقلبات المناخيه
والتساقطات اللي غير منتظمة كتجعل الفلاح كيعاني، ولات الجفاف هو بنيوي لواحد العدد ديال المناطق في المغرب. مثلا اقليم الرحامنة سي الوزير، هاد السنة التساقطات كانت اقل من 50% على المعدل ديال 10 ديال السنوات وغير منتظمة، الشيء اللي جعل ان الموسم الفلاحي بالنسبة للحبوب يساوي صفر. لهذا سي الوزير الله يجازيكم بخير، خاص تعلن اقليم منكوب باش يمكن يستافد من تعويض على لاماندا تعويض التعارضيه الفلاحيه اللي تامين من البلافون اللي هو 900 درهم باش يمكن الفلاحه يجدوا الحقد ديالهم سنه اخرى. وخاص نعملوا على المدى المتوسط والبعيد تحويل البرنامج ديال التحويل ديال الماء من الشمال للجنوب من حوض اللوكوس لسد المسيره باش تعزز المنطقه السقويه بالاقليم باش تخلق ذاك الطبقه المتوسطه اللي قال سيدنا الله ينصرو في العالم القروي، وباش يمكن الفلاح يبقى مشبث بالارض ديالو. كذلك باش الفرشه المائيه نعزوها، كاين واحد برنامج ديال السدود التليه اللي توقف وكان فيه 45 سد، كان امكانيه ديال بناء جوج ديال السدود باش يمكن توسع المدار السقوي. شكرا سيدنا نعيم. كذلك التوحل. شكرا. هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل سيد الوزير لرد. على أي في إقليم الرحامنة ما كاينش غير الحبوب، يعني الحمد لله أنت كتعرف هذا الشيء سيدنا المحترم، كاين فلاحات أخرى متنوعة اللي غادي تخلي بأن يكون التوازن إن شاء الله، وهذا الشتاء الأخر اللي تحت منطقة بكل عمدة على الأقل شوية الباركور يكون مزيان، ولكن انا قلت بان المنطقه ديال الرحامنه غادي يكون عندها يعني واحد الدعم ديال العلف وهذا، والاخوان ديال لاسيونس هما بدون يعني اي اعلان راه كيشتغلوا كيمشوا للميدان وكيشوفوا بانه راه الا ما كاينش الانتاج راه غادي يعوضوا الناس ان شاء الله. نشكر السيد الوزير على حسن مساهمته معنا في هذه الجلسه، ونرحب بالسيد وزير الصحه مع اول سؤال لفريق الاشتراكي عن وضعية الصحة العمومية المرتبطة بطب النساء والتوليد. تفضل سيد النائب. شكرا سيد رئيس المحترم. سيد وزير، ما هي التدابير الاستعجالية المزمع القيام بها من طرف وزارتكم لتدارك الخصاص في الأطر الطبية والشبه الطبية والمعدات المرتبطة بالوضع؟ شكرا سيد وزير. جواب سيد الوزير. شكرا سيد رئيس. سيد النائب المحترم، فيما يتعلق بصحة الأم والطفل هناك إنجازات هامة اللي قامت بها الوزارة منذ 1987، وكان هناك تقدم يعني عبر العقود. اليوم ما بين 2011 و2018 بسبع سنوات هناك نقص في نسبة الوفيات ديال الأمهات ب 35%، مازال عندنا فوارق بين العالم القروي والعالم الحضري، مازال عندنا كذلك تباين فيما يتعلق مشاكل فيما يتعلق بالنقص في الموارد البشريه والتباين المجالي ديالها. ولكن يمكن نقولوا بان السياسه ديال المجانيه ديال العلاجات الخاصه بالولاده، المجانيه ديال النقل وسياره الاسعاف، توفير ديال الادويه الحيويه، تعزيز الفرق المتنقله، وكذلك الخطه ديال التدريب ديال مهنيه الصحه الاطباء والقابلات، يعني اعطت النتائج ديالها. اليوم هناك استراتيجيه يعني في الافق باش يمكن نمشيو الى اهداف يعني احسن، يعني باش نوصلوا نقلصوا الوفيات اقل من 50 حاله وفاه لكل 100,000 ولاده حيه في افق 2021، وكذلك الحد من التفاوت بين الجهات. شكرا. تعقيب سيد النائب. شكرا سيد الوزير المحترم على الاجابه. وفعلا احنا يعني بدورنا في الفريق الاشتراكي كنقدروا المجهودات اللي كتقوم بها في الميدان ديال الصحه. غير السيد الوزير، بغينا طمأنه فيما يخص التوضيحات حول دور الكنوبس في الحالات الولادات القيصريه اللي صبحت اليوم، يعني باش طمأن المواطنين والمواطنات. عندنا اشكاليه اخرى السيد الوزير، هو فيما يخص العالم القروي اللي يعني كينعدم فيه يعني الطرقات، وكينعدم فيه واحد مجموعه الاشكاليات اللي كتعطي واحد الطابع اللي هو يعني خطير على بالنسبه للولاده
بالنسبه للعالم القروانه غادي نعطيك يعني واحد المجموعه ديال الاقاليم، اقليم ديال الوزان، اقليم ديال الحسيمه، اقليم ديال شفشاون، كذلك الاقليم ديال تطوان اللي فيه بعض الجماعات الترابيه اللي فيها اشكاليه، وكاين هناك عندكم مستوصف الجماعه ديال بن سعيد سيد رئيس اللي هي عملات المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ولحد الساعه راه ما كاينش المعدات ديالو باش يمكن يشتغل. كذلك المستشفى ديال وادلاو اللي فيه واحد المجموعه ديال الاكتظاظ المهول بالخصوص الجماعات المجاوره اللي هي كتكب كلها في هذه الجماعه الترابيه وما فيش شي اوتورتي. شكرا سيد النائب. شكرا. هل هناك تعقيبات اضافيه؟ سيده النائبه تفضلي. السيد الوزير، في غياب خريطة صحية تحترم العدالة المجالية نسائلكم عن تأخر تعيين طبيب أخصائي في طب النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بولاد تيما إقليم تارودانت. وهذا الإلحاح السيد الوزير ما جاش غير هكذاك، ولكن على حسب الإحصائيات ديال الوزارة ديالكم هذا المستشفى كيتصدر عدد الولادات سنويا اللي تقدر توصل حتى ل 5000 ولادة ما بين عادية وقيصرية. فلهذا نلح ونطالب بتعيين طبيب في أقرب الأجال. وشكرا. هل هناك تعقيبات إضافية سيد النائب؟ وزير كنا فتحنا واحد الموضوع مع الوزير السابق اللي كان قبل منكم، والموضوع هو انه كيتعلق يعني باتفاق شراكه مع المجالس الاقاليم والعملات بخصوص الموارد البشريه. حنا السيد الوزير نخبركم بان في مجلس اقليمي الخميسات عندنا يعني سيارات الاسعاف مجهزه، وعندنا يعني وحدات متنقله، يعني هاد الامور اللوجستيكيه كاينه متوفره، وممكن اننا حتى ندخلوا يعني موظفين اللي غادي يعني يشتغلوا في هاد ميدان صحي. لكن بغينا واحد الوثيقه رسميه اللي كتوضح لنا هاد المساله هادي، وكنا فتحنا من قبل بحال اللي قلت يعني موضوع في هذه المساله هذه، ولكن لحد ساعه انا كنعاود ناكد لكم الا كانت يعني شي جواب واضح. انتهى الوقت سيد النائب. هل هناك تعقيب اضافي اخر؟ رد سيد الوزير على التعقيبات. شكرا. شكرا سيد الرئيس. فيما يتعلق بالقرار الاخير ديال الكنوبس اللي هو بطبيعه الحال لا اريد ان اناقش هذا القرار او القرار كذلك ديال المهني الصحه في القطاع الخاص. الغد ان شاء الله عندي اجتماع ما بين الكنوبس والمهني ديال الصحه وكذلك الوكاله الوطنيه للتامين الصحي. الوكاله راه يعني هي اللي خصها تلعب الدور ديال الحكم، واللي نبغي ناكد عليه هو انه ما يربط بين الهيئات ديال التامين وبين المقدمي العلاجات والاتفاقيات الجماعيه، ونحن نسعى فيها الوزاره وفيها الوكاله لكي نصل الى اتفاقيات جديده، لان الاتفاقيات ماشي هي التعريفه فقط بل هي كذلك انه مجموعه ديال الشروط اللي خص يتبنى عليها استرداد ديال المستحقات. فيما يتعلق بالعالم القروي لاندياش، فعلا البرنامج ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه غيستمر في مرحلته الثالثه في يعني دعم وزاره الصحه في المجال ديال تتبع الولادات وتتبع الحمل، في تطوير كذلك الطب عن بعد لا تيليميديسين، في تحديث والانسداد ديال دور الولاده وتطوير المستعجلات الانجابيه، هذه عمل ديال وزاره الصحه. فيما يتعلق بتارودانت، يعني الخريطه الصحيه ماشي فيها المشكل، المشكل كاين في الموارد البشريه، وهنا يمكن لي نقول بانه المداخله اللي قال السيد النائب المرتبطه بمدى تدخل الجماعات الترابيه من مجالس منتخبه محليه او مجالس اقاليم او مجالس جهات، اليوم الباب مفتوح لكي يكون هناك ادماج موارد بشريه انطلاقا. انتهى الوقت السيد الوزير. السؤال الثاني في هذا القطاع لفريق التجمع الدستوري حول النقص الحاد في ماده الانسولين. تفضل سيد النائب. سيد الرئيس، سيد الوزير المحترم، خلال الاشهر الاخيره اختفى عقار الانسولين من المستشفيات والمراكز الصحيه العموميه، ما تسبب في ازمه لالاف المرضى
المصابين بداء السكري إلى جانب نقص عدد من الأدوية الحيوية المكملة لعلاج هذا المرض المزمن. فما هي الإجراءات التي اتخذتم لتوفير هذا الدواء وعدم تكرار انقطاعه؟ جواب السيد الوزير. شكرا للسيد النائب. اليوم 2.5 مليون ديال المغاربة للأسف مصابون بداء السكري حسب الدراسة الأخيرة اللي قامت بها الوزارة حول الأمراض الغير سارية. جزء مهم ما تعرفش أنه مصاب بهذا المرض. مليون شخص، أقول مليون شخص يعالجون بالمراكز ويتلقون الدواء ويتلقون الأنسولين بالمجان. دواء الأنسولين كيحظى بمراقبة مستمرة وصارمة، وهي مادة متوفرة عند الشركات المصنعة بكميات يعني وافرة. ميزانية اليوم 100 مليون ديال الدرهم، وكترتفع بوتيرة 10 مليون ديال الدرهم سنويا. ما وقع المشكل ديالنا في هذا المخزون لهذا السنة يرجع بالأساس إلى عدم التزام الشركة بتاريخ تزويد وزارة الصحة بالأنسولين نتيجة عدم وفاء المورد الخاص لهذه الشركة بالتزاماته، مما نتج عنه تزويد تأخر في تزويد المستشفيات والمراكز الصحية. ولكن دركنا ذلك، قامت الوزارة باقتناء كمية من الأنسولين من طرف شركة وطنية أخرى عن طريق طلب عروض كان معدا مسبقا، واليوم الوضع عادي بهذا الخصوص. شكرا لكم. تعقيب سيد النائب. الوزير أدليتم به تقريبا في 7 مارس، وكنا نظن أن هذه الأزمة ظرفية، لكن تبين أنها هيكلية. راه لدينا في المغرب ما يقارب 2.5 مليون، كيف قلت يا سيد الوزير، مصاب بداء السكري. وفي دراسة حديثة نصرتها دورية لانسيت الطبية المعنية بمرض السكري وعيم الغدة الصم، أن المصابين بهذا الداء سيزداد بحلول عام 2030، ويتوقع أن يرتفع الطلب على عقار الأنسولين ب20% في ذلك الوقت. وأنت تعرف سيد الوزير المضاعفات التي يتعرض لها المصابون بهذا الداء، يعني القصور الكلوي، تصلب الشرايين، تدمير شبكة العين مما يؤدي إلى العمى، بصر الأعضاء، وهم وراكي يستعملوا الجرعات ديالهم، فما بالهم إن فقد. أنا تنقول لك سيد الوزير إلى حد هذه الساعة لا زال مفقود في بعض المراكز الصحية، ويمكن لك التأكد. انتهى الوقت سيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي سيد النائبة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، انقطاع مادة الأنسولين ونفاذه من الصيدليات والمستشفيات العمومية خلى مليون ديال المرضى أنهم يعانيوا من واحد النوع من التيه والخوف في الحصول على هذه المادة، واللي ما يقدروش أنهم يستغناوا عنها، وهذا الشيء عيناه بالخصوص في جهات بني ملال الخنيفرة. والمشكلة سيد الوزير هو أن السياسة ارتجالية، هذا الشيء ما يمكنش يبقى خاضع لأهواء الشركات، لأنه مرتبط بحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو الحق في الصحة والحق في الحياة. هذا موضوع يرتبط بحياة المواطنين، واللي خاصكم تاخذوا فيه التدابير اللازمة باش ما يبقاش يتكرر مرة أخرى. وشكرا. تعقيب إضافي آخر. تفضل سيد الوزير. فعلا باش ندركوا هذا المشكل اللي يمكن يوقع، قمنا بصفقه اطار ديال 3 سنوات، ودخلنا فيها كل الادويه المتعلقه بداء السكري، اكانت الاقراص او يعني الانسولين بالنسبه للنوع الاول. كذلك كنعملوا العمليه ديال الضبط بين الاقاليم، تيكون واحد المركز الصحي عنده نقص كيعطيه مركز صحي اخر، إقليم عنده نقص كيعطي إقليم آخر. ما كانش عندنا نقص عام، كان عندنا في بعض المراكز، ودام تقريبا أسبوع اللي كان عندنا واحد الحدة اللي تداركناها بسرعة. وإن شاء الله كذلك التحديث ديال النمط ديال التموين مسألة أساسية، احنا غاديين إلى صفقة كذلك إطار في التموين بطرق حديثة، بحال داكشي اللي كيعملوا لي فارماسي، كتمشي عند فارماسي تقول لك ارجع دابا واحد الساعه ولا ساعتين كتلقى الدواء. كذلك يمكن نديروا هذه الطريقه بالنسبه لنا الى حسننا التدبير. ثم أريد أن أؤكد فيما يتعلق بداء السكري، خص كذلك الوقاية والتشخيص اللي غنديروا إن شاء الله في حملة يعني وطنية باش يمكن نعرفوا هاد الناس. انتهى الوقت سيد الوزير. ننتقل للسؤال الثالث لفريق الأصالة والمعاصرة عن الخصائص في الموارد البشرية والتجهيزات في المستشفيات الإقليمية والجهوية. أحد النواب لتقديم السؤال. سيد الوزير، نسألكم حول الخصص الذي تعرف جل المستشفيات بالمملكة في الموارد البشرية والمعدات الطبية. وشكرا. جواب سيد الوزير.
شكرا سيد النائب. فيما يتعلق بالخصاص الموارد البشريه بالذات، هذه يعني مساله اشكاليه هيكليه. كاين اليوم 9065 اطار طبي في وزاره الصحه، 26827 ممرض، و 9150 اداري وتقني في حاله القيام بالوظيفه. اليوم في سنه 2018 300 اطباء عامون تم ادماجهم، 452 اطباء اختصاصيون، و 2900 من فئه الممرضين، وهذا رقم قياسي. 2019 غنمشيو الى ارقام اخرى قياسيه. عدد المناصب للاطباء المقيمين غيمشي اكثر من 700 طبيب مقيم اللي هما متخصصين، يعني هذه مباراه ديال التخصصات. ثم هناك تنسيق مع قطاع التعليم العالي باش نرفعهم الطاقه الاستيعابيه بالنسبه لكليه الطب. كذلك وزاره الصحه وصلت 3450 طالب وطالبه بالمعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه، والجيل الجديد اليوم ديال المؤسسات ديال التكوين المهني اللي تعطات انطلاقه ديالهم امام جلاله الملك نصره الله. فيما يتعلق بالتجهيزات، 800 مليون درهم سنويا لهذه التجهيزات. النسبه ديال التغطيه يعني وصلت تقريبا اكثر من 90%. فيما يتعلق بالتجهيزات ديال المختبرات 100%، فيما يتعلق بالتجهيزات ديال الراديولوجي 100%. مازال في الطريق ان شاء الله تجهيزات مرتبطه بالقاعات ديال الجراحه، يمكن في سنه او سنتين 100% جميع المستشفيات الجهويه والاقليميه غتكون مجهزه. شكرا. تعقيب السيد النائب. السيد الوزير، فعلا هذه ارقام لا يمكن ان نناقشها دابا، ولكن السيد الوزير يعتبر الاستثمار في العنصر البشري مهم جدا، محوريا اساسيا في تنميه اي قطاع، بدلا من الاستثمار في البنايات وفي الجهيزات. السيد الوزير، نعطيك واحد الصوره مصغره عن البلاد اللي هي جهاز بني من الخنيفره، وناخذ لك واحد السد المدن ولا خمسه، مدن متوسطه وصغيره، نبداو بخنيفره، نبداو بقصب تادلان، نبداو مثلا ازيلال، بدمنات الى اخره. كلهم فيهم مستشفيات جديده وجيده بالمعايير الدوليه، يمكن لكم يمكن كشتوهم ديال خنيفره لؤلؤه سيد الوزير، ولكن هذه المستشفيات كلهم فارغين من المحتوى ديالهم. والدليل هو ان النسبه ديال الاستشفاء لا تتجاوز 30% في احسن الحالات، ودائما الخصص هو المشكل. السيد الوزير، هناك مناطق جبليه في بني ملال، في ازيلال، وفي خنيفره، مناطق جبليه اللي الخصاص اكثر ضررا في المناطق. ولولا لا قدر الله كانت توقع كارثه، لولا المبادره الملكيه اللي جاب مستشفيين عسكريين في ايميل شيل وفي وويزغت، واللي قاموا بخدمات كبيره جدا، واللي طبعا الساكنه كتبارك المباركه الملكيه وكتشكر هاد الناس وكتنوى بهم، لان مستوى كبير جدا. السيد الوزير، باش نكمل لك اخيرا، هو تكلمتم عن التجهيزات، يجب اعاده تدبير الاولويات. فمثلا بني ملال جبت واحد سكانير، واحد ليرام اللي الثمن ديالها اكثر من انتهى الوقت سيد النائب. عفوا انتهى الوقت، انتهى الوقت سيد النائب. هل هناك تعقيبات اضافيه سيد النائب من فريق العداله والتنميه؟ شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، مستشفى ديال محمد الخامس بعين السبع الحي المحمدي انتظر اخصائي في العيون لمده اكثر من سنه، والوقت اللي التحقت واحد الطبيبه مشكورين الان بدون موارد بشريه وبدون تجهيزات، مما يعطل الخدمات ديال المواطنين خاصه اللي عندهم الرميد. المرجو الالتفات الى هذه القضيه والسيد الوزير، وشكرا. تعقيب اضافي اخر سيد النائب. سيد الرئيس، سيد الوزير المحترم، سبق لنا ان راسلناكم بسؤال كتابي حول مستشفى جرف المرحبي اقليم سيدي قاسم، والتزمتم في جوابكم ان هذا المستشفى سيبدا باستقبال المرضى في بدايه عام 2019، لكن للاسف لا زلنا ننتظر لحد اليوم رغم تعيين الممرضين والاطباء، وتم الحاقهم بالمستشفى الاقليمي بسيدي قاسم، وهذا المستشفى عليه ضغط كبير ديال سيدي قاسم. لهذا نطلب منكم الاسراع بفتح هذا المستشفى، وشكرا. تعقيب اضافي اخر. تفضل سيد النائب. سيد النائب تفضل.
السيد الوزير منين تيكونوا عندنا اخصائيين بدون تجهيزات هذا يسمى بسوء التدبير. والنموذج المستشفى ما يسمى بالمستشفى الاقليمي الكسيف، لا طب القلب ولا الاذن ولا العيون ولا ايضا الطب الباطني بدون تجهيزات. شنو كيعني هذا الشيء؟ كيعني ان دوك الناس صيفطوهم تما باش يتشمسوا، ماشي باش يديروا عمليات جراحيه للناس. السيد الوزير خص اجراءات حاسمه في هذه المساله اللي توفيها التجهيزات، هذه مساله اساسيه. المساله الثانيه كاينه اراده على المستوى المحلي لا عند الاضاءه ولا عند المندوبيه ديال الصحه على اساس انه يفتحوا قسم الاطفال وقسم الانعاش، ويحتاج الى تدخلكم السيد الوزير باش هذا القسم ديال الاطفال وقسم الانعاش يلقاو طريقهم، خصكم تعطيو يد المساعده للاضاءه. انتهى الوقت، هناك تعقيب اضافي اخر. سيد نائب. شكرا شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير قلت لكم انا بلا مثلا جبت واحد الاليه كبيره جدا اللي الثمن ديالها اكثر من مليار لبني ملال، وهذه ست شهور هي محطوطه، ننتظر تكوين الاطباء والممرضين لهذا باش يستعملوا هذه الاليه، في حين هناك اليات مهمه ذات مردوديه كبيره والثمن اقل ونفتقر اليها في قاعه العمليات بني ملال. شكرا سيد الوزير. رد السيد الوزير على التعقيبات. غالبا الاليه اللي كتكلم عليها هي لي ريم، يعني راني المغناطيسي، وفي الخريطه الصحيه كل مستشفى جهوي خصو يكون عنده هذه الاليه هذه اللي مهمه في الفحوصات واستكمال الفحوصات. المساله المرتبطه باخصائيين، بعض المرات بعض الاخصائيين تيكون تيسالي الدراسه ديالو في المركز الاستشفائي الجامعي وتنصيفطوه للمستشفى الاقليمي في واحد التخصص، تيقول لك انا خصك تجيب لي الماتيريال باش نبدا نفتح. انا ما قلتوش عملت تروازيام نيفو، ما كنقولوش ديال الخدمات الصحيه المستوى الثالث، هذوك راه كاينه في المستشفى الجامعي. اذا الخدمات ديال المستوى الثاني، هادشي علاش تعاقدنا معاه ودار التخصص ديالو، ولما يحل الله يكون شي انتقال وبغى يمشي يدير الثالث راه يرجع للثالث. فباش الساده النواب ما تبقاوش تسمعوا شي كلام من بعد، هذا راه كنمشي انا كنسمع هادشي في المستشفيات، خصني هاد لاباري خصني هاد لاباري. لما كنجي الاداره تيقول لي راه كاين خريطه صحيه سيد الوزير، راه ها اللي خاص في المستشفى الاقليمي وها اللي خاص في الجهوي وهذا المستوى الثالث. باش نكونوا واضحين، الطبيب ديال القلب راه كيدير واحد العمليات وعدد ديال الفحوصات ويمكن له يعمل ليكوغرافي ويدير هذا، ولما كيحتاج لشي حاجه اخرى كيعمل احاله الى مستشفى من مستوى اعلى. فيما يتعلق بجورج الملحه، هناك اليوم تسريع هذه الوتيره، وانا ان شاء الله غنقوم بزياره من اجل ان نعطي دفعه اضافيه باش هذا المستشفى كذلك يخرج الى الوجود. فيما يتعلق بنفس المشكل ديال الخصاص ما مرتبط بسوء التدبير بتاتا، لانه ربما بعض المرات هناك بعض التخصصات او تكون ابيل لي ميكرو سبيساليتي اللي يمكن يعملهم الانسان، ولكن ما كنديرهمش حنا في المستشفى ديال المستوى الثاني. بطبيعه الحال هناك اليوم واحد العقلانه ديال هاد التخصصات، وتيجيونا واحد العدد ديال الطلبات ديال تغيير التخصص وتنرفضوهم، لانه حنا بغينا التخصصات اللي تنفتحوها فيما يتعلق بالتعاقد مع الاطباء المقيمين يكونوا مرتبطين فعلا بالحاجيات اللي عندنا في المستوى الثاني ديال المستشفيات الاقليميه والمستشفيات الجهويه. شكرا. السؤال الرابع في هذا القطاع لفريق العداله والتنميه عن تقييم خدمات الطب الاستعجالي بالمغرب. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير المحترم. تعرف أقسام المستعجلات على الصعيد الوطني خصاصا كبيرا على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات الطبية ووسائل النقل الصحي، ونظرا لأهمية الطلبات المتزايدة على خدمات الطب الاستعجالي، نسائلكم السيد الوزير عن تقييم وزارتكم لخدمات الطب الاستعجالي ببلادنا، وعن الإجراءات المتخذة أو التي ستتخذونها للنهوض بهذا القطاع، وشكرا. جواب السيد الوزير. فعلا احنا قمنا بتقييم واكتشفنا بانه نحتاج الى مرحله ثانيه لتاهيل المستعجلات، ولذلك اطلقنا المخطط الوطني لتسريع تاهيل المستعجلات 2019-2021 واللي عندنا في المخطط الصحه 2025. هذا المخطط فيه مجموعه الاجراءات منها الاستمراريه في تطوير مصالح المساعده الطبيه الاستعجاليه لسامي والمصالح المتنقله للمستعجلات والانعاش الطبي سمير، يعني وتقييم كذلك ديال التجربه ديال 8 جهات وتحسينها. ثم كان هناك افتتاح مصالح استقبال المستعجلات بكل من المستشفى الجهوي بطنجه والاقليمي بتارودانت ومكناس، تا
تعزيز الحظيرة ب 30 سيارة إسعاف من نوع ألف، غتكون 24 سيارة إضافية هذه السنة في أبريل، و 60 سيارة من نوع باء في هذه السنة. ثم هناك مسالك المستعجلات المتخصصة طب الأطفال وطب الأطفال الخدج وحديثي الولادة، 144 حاضنة ثابتة تم اقتنائها، 24 حاضنة متنقلة وزعت على المراكز الجهوية. ثم كذلك هناك بلورة بروتوكولات تكفلات بالمستعجلات الطبية، وفي الأخير الموارد الطبية، 35 تقني جديد في النقل والإسعاف، 100 ممرض مختص و50 مساعد علاج في 2018، أكثر منهم غتكون في 2019، 300 طبيب اللي خصنا على المستعجلات في 2019. أتمنى أن يلتحقوا بطبيعة الحال لما يتم إعلان النتائج. للأسف هو أن عندنا صعوبة، وهنا كان نأكد على السيد نائب ديال الخميسات اللي قال على التوظيف على المستوى الأقاليم، راه كاين أطباء اللي كيمشي يخدم التعاقد في إطار جمعية كتمولها المجلس الإقليمي ولا يجي يخدم مع وزارة الصحة. يعني إذا كان هذا حل راه حتى هو حل، في انتظار نلقاو شي حلول أخرى باش يمكن ندفعوهم أنهم يمشيو إلى الخدمة العمومية. شكرا. تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، طب المستعجلات تطور في المغرب، هو تخصص صعب ويشكل حلقة وصل بين مختلف التخصصات، ويعتبر أحد دعائم السياسة الصحية في المغرب. السيد الوزير، المستعجلات هي مرآة المستشفيات، وقسم المستعجلات في معظم المراكز الاستشفائية يؤشر على ضعف الخدمات الطبية ويعكس سوء الرعاية الصحية. ولهذا ندعوكم سيد الوزير إلى العمل على الرفع من عدد المهنيين العاملين في أقسام المستعجلات، ووضع وتنفيذ برنامج للتكوين المستمر في مجال التكفل بالمستعجلات لفائدة الأطر الطبية والشبه الطبية، وأيضا مراجعة المرسوم المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والمداومة. سيد الوزير، أين وصل المخطط الوطني للمستعجلات الطبية الذي تم إطلاقه من قبل جلالة الملك في 5 مارس 2013، والذي يرتكز على 5 محاور؟ أذكركم سيد الوزير بأنكم التزمتم في برنامج العمل لسنة 2019 بتشغيل 12 مصلحة للإسعاف الطبي الاستعجالي سامي، إعادة تأهيل 12 مصلحة للمستعجلات بالمراكز الاستشفائية الجهوية، إعداد مرجع، توحيد مصالح المستعجلات. انتهى الوقت سيد النائب. هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل سيد النائب. سيد الوزير المحترم، أن يكون المريض مسلما أو مسيحيا أو يهوديا وجل المستعجلات يجب إسعافه قبل الأداء. البلد الوحيد اللي فيه الأداء في المستعجلات هو المغرب. الحق في الصحة حق من عقود الإنسان المتعارف عليه دوليا. إلا زلنا إلى حدود اليوم نرى بلينا مجموعة ديال المغاربة كيأديو في المستعجلات وهذا لا يحق. تعقيب إضافي آخر؟ جواب سيد الوزير. السيد النائب، كيفاش لا يحق؟ راه 85% حتى 90% كيجيو عندهم الرماد، يعني ما كيأديوش، وجزء عنده التغطية الصحية الإجبارية خصو يتخلص عليه الميتوال ديالو، وجزء آخر اللي ما عنده حتى شي حاجة راه خصو يأدي. ما كاينش شي مستشفى ما كيخلص، كيندخلو ويتكفل به ثم كيتم الأداء. باش نكون واضحين في هذه المسألة. هذه المسألة الأخرى مرتبطة السيد النائب، راه كأنك معايا في التتمة ديال الجواب، لأنه هناك كذلك برنامج ديال التكوين الخاص بالتكفل بالمستعجلات كيهم الأطر الطبية والشبه الطبية، هناك تنظيم المسار المهني للعاملين في مجال المستعجلات، وهناك رغبة في مراجعة المرسوم المتعلق بالتعويضات. هذا كنجعلو أنا في الصورة. انتهى الوقت سيد الوزير. ننتقل للسؤال الخامس في هذا القطاع للفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية عن الاختلالات التي تعترض تطبيق نظام المساعدة الطبية راميد. تفضل سيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، نظام المساعدة الطبية راميد من أهم المشاريع المجتمعية اللي نجحت في إطلاقها الحكومات المتعاقبة. التطبيق لازالت عدة اختلالات تحول دون قيام هذا النظام بالدور الذي وضع من أجله. نسألكم عن ما قمتم به لمعالجة هذه الوضعية. جواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب. نظام المساعدة الطبية راميد تعمم في 2012 وساهم في توسيع نسبة الساكنة المستفيدة من التغطية الصحية إلى 62.7%، أكثر من 12 مليون مستفيد، 8 مليون
عندهم بطائق يعني 8 مليون مستفيد ببطاقة سارية المفعول، من الطبيعي أن تعترض أي مشروع هيكلي وبنيوي بعد الصعوبات. والحصيلة 7 سنوات ماشي سلبية بل إيجابية كما وكيفا، أكثر من 38 مليون خدمة صحية بما فيها خدمات جد متطورة ذات كلفة عالية في المستشفيات الشفائية الجماعية كزرع الأعضاء على سبيل المثال. تقوم الوزارة بفضل هذا النظام باقتناء كذلك الخدمات الصحية لتصفية الدم 300 مليون درهم سنويا، أدوية ارتفعت من 2012 من 900 مليون 2.2 مليار درهم سنويا. كنت كنتكلم على السكري اللي اليوم مليون كيستافدوا، شي كله راه ما كانش يقبل بفضل الراميد والفلوس اللي كتعطيهم يعني الدولة للراميد. طبيعة الحال الميزانية ديال الدولة. تقوم وزارة الصحة اليوم ما تكلمتوا على الاختلالات يعني وتابعة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بمعية قطاعين حكوميين اللي هما الداخلية ووزارة المالية بإعداد مشروع إصلاح نظام الراميد. شكرا. تعقيب سيد النائب. تفضل سيد النائب. السيد الوزير، يجب مصارحة دواتنا أن استمرار ترقيع السياسة الصحية عموما وفي نظام التأمين الصحي على وجه الخصوص هو إهدار للوقت والموارد. هناك دعوة ملكية واضحة تجسد الواقع التي يعيش فئة عديدة من المجتمع المغربي. هناك عدة مداخل الإصلاح، التفاعل الإيجابي وسرعة البديعة السياسية وضمان التقائية القطاعية كانت كتطلب منكم السيد الوزير جعل إصلاح المنظومة الصحية والتأمين الصحي راميد والتغطية ديال المستقلين في قلب النموذج التنموي الجديد الذي من المفروض أن الحكومة تركز عليه وتناقشه وتجيبه. كيف لنا أن نعبل على بلورة نموذج جديد للمنظومة الصحية والتأمين الصحي، نموذج صحي بمعايير علمية يجعل من الصحة قاطرة للتنمية وليس معيقا لها. السيد الوزير فتحوا نقاش عمومي حول نموذج صحي جديد وكفى ترقيعا شعار زيرو موعد العمليات الجراحية نموذجا، كفى مشتت الجهود والإهدار الإمكانيات، نشريو السيارات ما يخدموش، نبنيو بنايات وحنا عندنا بنايات مغلقة، كفى من هذا بلا كنضيعوا فرص لتحسين صحة المواطنات والمواطنين، وما بقاش الوقت كي يصبر عليه المواطنين لهذه الدرجة. شكرا. تعقيبة إضافية. رد السيد الوزير. والسيد النائب كنتوا تبداو في هذا الشيء من 2007 لان حتى نظام الراميد في فترته التجريبيه راه بدا معكم، السيد النائب راه بدا معكم. كلمه السيد الوزير راه بدا معكم، باش ما بقاش نتزايدوا. كتعرفوا هذا الورش والتعقيدات ديالو وتتعرفوا المجهودات الماليه المهمه وخاصه في السنوات السابقه الاخيره. السيد الوزير الوقت انتهى. شكرا. السؤال السادس في هذا القطاع والأخير لفريق تجمع الدستوري عن معاناة المرضى من كثرة الإضرابات بقطاع الصحة العمومية. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. نسائلكم سيد الوزير عن الإضرابات بقطاع الصحة العمومية وشنو هما الأسباب والحلول. شكرا. جواب سيد الوزير. شكرا للسيد النائب. فيما يتعلق بوزارة الصحة اصدرنا منشور في 4 فبراير 2019 بمؤسساتي وتنظيم الحوار الاجتماعي، حتى شي قطاع ما كيختم الإضرابات، ولكن احنا درنا هذا المنشور باش يكون هناك حوار مركزي جهوي محلي في مشاركة واسعة تدليل الصعاب والاستباقية في حل المشاكل وتعزيز المسؤوليات الجميع في حله في التفاوض وحل النزاعات المحلية. المسألة يعني اليوم مرتبطة ما هو يتعلق بوزارة الصحة كالقول حلول وما هو عنده انعكاس مالي يتطلب وقت طبيعة الحال ومرتبط بالميزانيات السنوية. اليوم تكلمتم عن آثار الإضراب، فالإضرابات الأخيرة 5% بالنسبة للأطباء و 6.45% بالنسبة للممرضين، بالتالي الآثار لا تكون يعني كثيرة. شكرا. تعقيب سيد النائب. الرئيس سيد الوزير، الإضرابات كتستمر وإلا استمرت هذا كيعني أن المشكل هيكلي عميق، والمشكل سمح لي سيد الوزير نقول لك بأن كاين مشكل في التدبير،
بحيث بزاف ديال الاطباء اللي اكفاء كيشوفوا راسهم ما كيتعطاوش المناصب اللي كيستحقوا وحد اخرين كيستافدوا. لماذا؟ لاي سبب؟ واش سياسي ولا حزب؟ الله اعلم، انا ما يمكن لي نتهم حتى شي واحد، ولكن الواقع هو هذا. من المشاكل ديال التدبير السيد الوزير، وغتسمح لي نقولها لك، في اقليم بن سليمان عندنا السيد الوزير سبيطار كان فيه كان فيه طبيب وحيد بناج، يعني طبيب تخدير، سمحتي له باش يغادر ويمشي للمدينه، وخليت اقليم بن سليمان بدون طبيب ما يمكن حتى شي عمليه جراحيه ولا شي مره تولد الا خاصه تولد بالفتيح وتوقفنا. واش هذا هو المعقول؟ حتى الى هذا الطبيب خاصو يمشي لسبب ما، ما تسمح له يمشي للمدينه الا وصبتي اللي غادي يجي فرحبته. هذا هو التدبير المعقول. فاليوم صبتي واحد الحل اللي هو اسمح لي نقول لك كنرقعوا جوج ديال الاطباء من المحمديه كيجيو واحد نهار في السيمانه ولا اخر نهار في السيمانه، يعني خمس ايام في السيمانه ما عندكش الحق تكون مريض في اقليم بن سليمان، ولا مرتي يمكن انتهى الوقت سيد النائب. واش اسمحوا لي تعقيبات اضافيه؟ تعقيبات اضافيه تفضلي سيده النائبه. السيد الوزير، نحن كنعرفوا باللي هذه الاضرابات هي نتيجه ديال المعاناه ديال الشغيله الصحيه، وانت ادرى بالمطالب ديالها، ولكن مع الاسف المطالب مخليها في الباركينغ حتى الفوقاش الله اعلم. حنا عندنا واحد التوصيات باش نحدوا من المعاناه ديال الشغيله الصحيه والمعاناه منها ديال المرضى. ما يمكنناش نقولوا ان المريض ما كيعانيش نتيجه ديال الاضرابات، هذه ما يمكنناش نقولوها. من هاد التوصيات نقدروا نقولوا اننا في المثل يكون واحد الاعداد ديال مخطط حكومي حول الموارد البشريه اللي كتقودوا المديريه ديال الموارد البشريه، كذلك الرفع من المناصب الماليه، كذلك انشاء واحد المرصد وطني للموارد البشريه في مجال الصحه، وكذلك عقد واحد المناظره وطنيه حول الموارد البشريه تكون بدايه ديال واحد الحوار وطني مفتوح ومستمر. وشكرا. تعقيبات اضافيه سيده النائبه. سيد الوزير، بداية شكرا على المجهودات الكبيرة اللي كتبذلوها في هذا القطاع اللي عرف اختلالات عميقة وعميقة جدا، وفي ظل الإكراهات الحقيقية اللي كيعرفها الموارد البشرية اكيد كتعرف واحد يعني خصاص كبير اللي انتم كتعبروا عليه، الا ان هذه المسألة ديال الخصاص كنعتبروا بان خصها مقاربة شمولية ما بين القطاعات الحكومية المتدخلة، سواء القطاع ديال التعليم او القطاع ديال المالية. انتهى الوقت سيدة النائبة. هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ رد سيد الوزير. سيد النائب، فيما يتعلق ببن سليمان، وأنا سمعتك في واحد الفيديو كتقول بأنه طرح سؤال، مرحبا وأنا غنجاوبك. أنا خديت قرار سياسي، أنا التزمت مع الأطباء قلت لهم باش يمكن نقوي الجاذبية للقطاع العمومي، اللي ينجح في مباراة الإقامة غنعطيه يمشي، واللي نجح في المباراة ديال التعليم العالي لأن كنفكروا في المستقبل ديال هذه المهنة، في الأطباء اللي نقولوا ديال الغد غنعطيه يمشي. هاد السيدة نجحات في المباراة ديال التعليم العالي غتمشي، وغنحل لنا المشكل وحليناه مؤقتا، وغنديروا حملة جراحية بالشراكة مع القطاع الخاص باش يمكن نجفوا هذاك اللي تيقول لك زيرو عملية، زيرو عملية نتحاسبوا عليها في نهاية 2019، وإن شاء الله احنا عازمين باش نوصلوا لها، ثم إمكانيات، ثم كذلك شراء خدمات. السادة النواب رجاء، وراه هذه سياسة حكومية، السيد الوزير يجاوب، وراه هذه سياسة حكومية، وراه هذه السادة النواب، وراه هذه السادة النواب رجاء. السادة النواب تفضل السيد الوزير، خلوا السيد الوزير يكمل جواب. تسير الجلسة، لا تسير الجلسة، خلو السيد الوزير يكمل الجواب، خلو السيد الوزير يكمل الجواب ديالو. رجاء السيد تفضل سيد النائب. لا
خلوا السيد الوزير يكمل الجواب بعد نعطيكم نقاط النظام. السيد النائب، السيد الوزير يكمل الجواب ونعطيكم نقاط النظام. السيد الوزير تفضل. السيد الوزير تفضل. شكرا سيد الرئيس. اولا اعتذر ان قلت شيء خارج. سيد النائب المحترم، بكل احترام وتقدير واحترام مزدوج لانه كان في منظومه الصحه وكيعرفها مزيان، بكل احترام وتقدير مره اخرى اريد ان اوضح ان معاناه الشغيله الصحيه سيد النائب المحترم سويه ديال الوضعيه الاداريه والعلميه ديال الممرضين والممرضات 250 مليون ديال الدرهم اللي جابتها الحكومه في 2017 رفع من مناصب ماليه 4000 و4000 ما كانش في التاريخ ديال قطاع الصحه 4000 2018 19. هذا المعاناه 800 مليون ديال الدرهم اللي تأهل المستشفيات باش يخدموا في ظروف جيده. هل الاجابه؟ اما الجواب الاجري هذاك النقاش ديالو في الحوار الاجتماعي الوطني راه كاين فيه نقابات حتى هي عندها مسؤوليه وطنيه وما كرهنا الا الخير لكل الموظفين ماشي الاطباء والممرضين والقطاع اللي وما يتعلق. وقلت هذا السيد النائب المحترم حول يعني التعويضات هذه كتهم القطاع وكندافع عليها في اطار الميزانيه السنويه كما قدرنا. اما فيما يتعلق بمساله ديال المعاناه كتجي كذلك المعاناه المواطن من الغياب وخصنا نقولوها. وهناك هذه ظاهره اللي كاينه في بعض الاقاليم متفشيه واتصلها يوميا. انتهى الوقت سيد الوزير. شكرا سيد الوزير. لا بد السي عمر واخا تفضل سيد النائب تفضل. حنا غنقولوا له غير علاش قبلنا الاعتذار. في هذه المؤسسه كاين النظام الداخلي فيها السيد الوزير المحترم والسيد النائب المحترم ما فيهاش هذاك وراه ما عمرنا غندوزوا شي حاجه بحال هذا الشكل. شكرا. سيد النائب. نعم سيد الرئيس، هناك نظام داخلي يحكمنا وينظم عملنا. السيد الوزير يطلبنا من السادة الوزراء انهم يجيو ويجاوبونا بدون استفزاز، حتى حنا كذلك ما خصناش نستفزوهم، ميكون يجاوب السيد الوزير سنتصنتوا له حتى يكمل ونعاودوا نجاوبوه، اما ان تقاطع السيد الوزير وهو يجيب هذا غير معقول ولا ينص عليه النظام الداخلي. حنا كنطالبوا من هذا المجلس ان الوزراء يحترموا السادة النواب والنائبات وكذلك النواب المحترمين يحترموا السادة الوزراء المحترمين وشكرا. شكرا سيد النائب. سيد النائب تفضل. شكرا سيد الرئيس. مرة أخرى لا أقول في إطار الاحترام ما بين المؤسسة الدستورية لبعضها البعض السادة النواب هم من يسائل الحكومة وبالتالي إجابة السادة أعضاء الحكومة يجب على الأقل أن تحترم السيدات والسادة النواب بدون أي إيحاء كيفما كان نوعه لأن في احترام هذه المؤسسات بلدنا يمكن نزيد القدام. شكرا. شكرا. شكرا لكم جميعا. شكرا السيد الوزير على مساهمته معنا في هذه الجلسة. نرفع الجلسة لصلاة العصر لمدة 10 دقائق. أول سؤال في هذا القطاع لفريق التجمع الدستوري. نأخره. طيب فريق عصر ومعاصرة جاهزين؟ تفضلي سيدة النائبة. سؤال فريق العصر والمعاصرة عن وضعية الأساتذة المتعاقدين في منظومة الموارد البشرية بقطاع التعليم. شكرا سيد رئيس. سيد الوزير ونحن على أبواب الامتحانات الإشهادية نسألكم هل من حل لطي ملف الأساتذة أطر الأكاديميات حل يرضي جميع الأطراف وينقذ الموسم الدراسي الحالي؟ جواب سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. سيدة والسادة النواب المحترمين، أريد في البداية أن أذكر بأن الوزارة تعمل جاهدا على استدراك الزمن المدرسي وكتأسف لهذه الوضعية اللي وصلنا لها اليوم ديال التوقف الجماعي
وهاد التلاميذ اللي ما بقاش عندهم الحق في التمدرس ولا سيما في المناطق القرويه والجبليه. واليوم الحمد لله واحد العدد ديال المبادرات قاموا بها المدراء الاقليميين والجهويين باش يتجاوزوا هذا المشكل. اريد ايضا لان هذا السؤال كان تم الطرح ديالو في 17 اكتوبر 2018 لهذا اليوم بغيت نقول لكم شنو المحطات اللي مرينا منها. اولا هو التخلي بطريقه نهائيه على هذا التعاقد. اليوم الحمد لله عندنا واحد الوضعيه نظاميه اللي كتضمن لهاد الاساتذه واحد الاستقرار مهني في اطار الوظيفه العموميه الجهويه اللي كان بها كنمنحوا الاكاديميات هاد الصلاحيه باش يدبروا الموارد البشريه في اطار واحد العداله مجاليه. ايضا بالتخلي عن التعاقد اليوم جودنا هذا النظام الاساسي. واليوم الحمد لله في باحتراما لمبدا المماثله والمطابقه بين النظام الاساسي للوظيفه العموميه كاين واحد العدد ديال الحقوق اللي كيستافدوا منها هاد الاساتذه. شكرا لكم. تعقيب فريق الاثار والمعاصره. شكرا السيد الوزير. الاحتجاجات والاضرابات اللي تجاوزت اكثر من شهرين السيد الوزير ان دلت عن شيء فانما تدل على الفشل ديال الحكومه في تدبير هذا الملف. ملف اللي كيتعلق باختيار حكومي، كيتعلق بخيار هيكلي اللي كيرمي لتفعيل الجهويه المتقدمه وما كيتعلقش فقط بالوزاره ديال التربيه الوطنيه وفقط. خيار اللي غادي نتبناوه في جميع القطاعات مستقبلا، وبالتالي ملف من هذا الحجم ما كيحتاجش للترقيع السيد الوزير، وإنما كيحتاج لإرادة سياسية حقيقية واضحة لطي هذا الملف نهائيا. من هنا كنذكركم سيد الوزير بتصريحكم في البداية ديال الاحتجاجات أن النظام الأساسي لهذه الفئة فيه نفس الضمانات، كيضمن نفس الضمانات الحماية المضمنة في النظام الأساسي الموظف في الوزارة. من بعد جيتوا بإجراء ديال تعديلات في إطار ما سموتموه أنيا الآن بتجويد وتطوير هذا النظام الأساسي. هذا في اعتراف ضمني ديالكم السيد الوزير بعدم توازن ديال أطراف العقد. اعتراف ضمني بأن ما كاينش نفس الضمانات الحماية للأساتذة على قدر سواء. السيد الوزير تكلمتوا على التعويض ديال الساعات الإضافية. واش في حالة الرفض ديال الأساتذة النظاميين أنهم يعوضوا هاد الساعات الإضافية غادي يلجؤوا للساعات الإضافية اللي كتندار خارج الأقسام، وبالتالي هنا كنكلفوا الأسر الكاهل ديال الأسر. وكنتأسفوا أننا في الوقت اللي غادي نناقشوا فيه التجويد ديال المدرسة العمومية والرهانات الكبيرة اللي تبنتها الحكومة وكنتمناوها مستقبلاً. انتهى الوقت. هل هناك تعقيبات إضافية؟ سيد نائب فريق العدالة والتنمية. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير بداية أحييك على التفاعل الإيجابي مع المبادرة اللي قادوها ممثلين ديال كل الفرق البرلمانية من أجل الوسطة لحل هذا الإشكال. وصراحة هذا الملف دخل لمرحلة جديدة، لا بالتعديل ديال النظام الأساسي لا بالحوار اللي فتحتوه. أنا عندي طلب لكم السيد الوزير تستمروا في المبدأ ديال التعامل الإيجابي مع كل المقترحات، لانه كاين بعض التخوفات عند هاد الاساتذه اطر الاكاديميات من ناحيه لا المكانه القانونيه ديال هاد النظام الاساسي لا واحد المجموعه المقترح اخرى اللي عندهم. كنتمنى السيد الوزير انه تزيدوا تتعاملوا بشكل ايجابي مع كل المقترحات اللي من شانها مزيد من الطمانه. وحنا الا كيخص شي نصوص تنظيميه تصدر الا كاين شي مقترحات قوانين حنا مستعدين، ولكن كذلك خص يكون التعامل بجدية ومسؤوليه من طرف الجميع. وخاص السيدات الاستاذات والاساتذه يلتحقوا بالاقسام ديالهم. كاين تعامل ايجابي، كاين ضمانات البرلمان، ضمانه ديال مؤسسات وطنيه. نتمنى انه السيد الوزير تزيدوا في الاجراءات ديال تعزيز الثقه. وعندي طلب اخير نختم به، لانه كاين التزامات على المستوى المركزي وهناك بعض الحالات، اقول بعض الحالات المعزوله ديال الممارسات على مستوى الاكاديميات والمديريات. نتمنوا تتعاملوا معهم بحزم لانه من شانهم كهربه الاجواء وارجاع الجو ديال الثقه. وشكرا السيد الوزير. هل هناك تعقيب اضافي اخر؟ رد السيد الوزير. رئيس انا بغيت غير نذكر بان هذه الحكومه جات وسوات الوضعيه ديال التعاقد، مرينا من نظام ديال التعاقد الى واحد الوضعيه نظاميه في اطار هذا النظام الاساسي. وكان النظام الاساسي فيه واحد 54 ماده وطورناه وجودناه ومشينا ل 113 ماده باش نطبقوا هذه المماثله بين هذ النظامين.
أريد أن أقول بأن الوزارة لم تخل بالتزاماتها، بل بالعكس الطرف الآخر هو اللي لم يلتزم. واليوم كان الحوار ديما مفتوح مع النقابات ومع هاد الأساتذة، والمخرجة ديال 13 أبريل يا ريت يكون طبق وكان التزموا الطرف الآخر بهذه الالتزامات، ولكن لم يلتزموا بهذا بالالتحاق بالأقسام. واليوم خصنا الطفل والتلميذ والأسر هما اللي يكونوا أمامنا، خصنا حق التمدروس، لابد هذه من المسؤولية ديال الحكومة، وحنا كنعملوا جاهدا باش هذا التلميذ نوفروا له هذا الزمن المدرسي ديالو. ننتقل للسؤال رقم 22 لفريق التجمع الدستوري عن خلق جامعة جديدة. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. نسائلكم سيد الوزير عن إمكانية خلق جامعات جديدة ببعض مناطق المملكة. جواب سيد الوزير. أنا سيد الرئيس محترم، سيد النائب المحترم، أريد في البداية أن أقول بأن الوزارة تعمل على مراجعة الخريطة الجامعية وملائمتها مع الجهوية الموسعة في إطار سياسة القرب وتحسين العرض الجامعي، وذلك بهدف خلق توازن بين جهات الملكة. اليوم عندنا بعض الجهات فيهم ثلاثة الجامعات، مثل دار بيضاء سطات، جهة أخرى فيها جوج ديال الجامعات مكناس فاس والرباط سلا قنيطرة، وجهات بدون جامعة. ولكن هذه الإحداثات ديال الجامعات كتخضع لواحد العدد ديال المعايير، بما فيها عدد المؤسسات الجامعية وأيضا أعداد الطلبة. خص يكون واحد العدد ديال الطلبة مهم باش يمكننا نخلقوا جامعة. اللي مهم هي حنا بصدد خلق مؤسسات جامعية تقريبا كل سنة. الأسبوع المنصرم تم إحداث 17 مؤسسة جامعية ومن طرف، وكانت المصادقة من طرف مجلس الحكومة. والأسبوع المقبل إن شاء الله ولا دابا جوج الأسابيع عندنا 7 ديال المؤسسات أيضا مبرمجة، بما فيها مؤسسات، جوج مؤسسات في الناظور، وحده في الدخله، في ورزازات، بالقنيطره، بالدار البيضاء، بفاس، وايضا مؤسسات اخرى في الطريق ان شاء الله. شكرا. تعقيب فريق تجمع الدستوري. شكرا سيد الوزير. لا يشك احدا في ان الجامعه المغربيه تشكل بوابه اساسيه نحو تطوير بنيه البحث العلمي، وتعد مصنعا حقيقيا لصناعة الأدمغة المغربية. لذلك سيد الوزير، يوم تم التفكير في ترحيل المواطنين من المدن الكبرى نحو أقاليم مجاور في ظل تطبيق برنامج مدن بدون صفح من أجل عيش كريم للطبقة الهشة والفقيرة، لكن سيد الوزير لم تفكروا في المرافق وفي الجامعات من أجل تيسير حصول هذه الطبقة على تكوين جامعي. هنا نتكلم كمثال لا يحصر على إقليم دون إقليم، بدون جامعة، لا جامعة القانون، لا اقتصاد، لا طب، لا أي شيء. تقول سيد الوزير أن الجامعات متواجدة بمدينة الدار البيضاء، فعلا، ولكن بالنسبة للإقليم ما فيش وسائل مواصلات، كتبقى منعدمة. وحتى هاد الناس إلا كاينين في هاد الأقاليم المجاورة اللي منهم إقليم دون وإقليم نواصر، كيمشيو إما في النقل السري، والعدد ديال الساكنه وديال الطلبه تضرب في 10، لانه تم ترحيل الناس اللي كاينين في مدينه الدار البيضاء الى الاقاليم المجاوره. الجامعات في الدار البيضاء كيتواجد بهم حاليا الاكتظاظ، فهناك من تم ترحيله من مدينه الدار البيضاء وانقطع عن الدراسه، وذلك لعدم وجود اي جامعه بالقرب من هذا الاقليم. انتهى الوقت. هل هناك تعقيبات اضافيه؟ سيد النائب فريق العداله والتنميه. معذرة، إذا فريق العصر والمعاصرة. سيدي الوزير يمكن فهم لي ايش بغيت نقول له. تاونات السنة الماضية تم مرسوم الإحداث 2018، حنا شهر 4 2019، الميزانية ديال السنة الماضية والميزانية ديال السنة الحالية مبرمجة. أرجوكم أسرعوا بإخراج الكلية المتعددة التخصصات لتاونات في جامعة بزراوة، القيمة المالية محددة للمتر. ننتظر السرعة في الإنجاز سيد الوزير. شكرا. فريق العدالة والتنمية. سيد الوزير، بقلعة سراغنا تم إحداث المركز الجامعي متعدد التخصصات منذ 13 سنة، الآن فيه 3000، أكثر من 3000 طالب.
الوضعية الدراسة مزرية بكل ما في الكلمة من معنى. المشكل كان في مجلس الجامعة ما اتخذش قرار ديال الإحداث كلية منذ سنوات، الآن اتخذ هذا القرار، الآن بقى الكرة عندكم السيد الوزير، متى سيتم إحداث كلية بقلعة سرغنة؟ ألا تستحق ذلك؟ هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ رد سيد الوزير. شكرا سيد رئيس المحترم. السادة النواب المحترمين، غير باش نوضحوا واحد الشيء، إحداث المؤسسات الجامعية هذه من اختصاص الجامعات في إطار استقلالية ديال الجامعة وفي أيضا إطار مجلس الجامعة. بالنسبة لتونانت اليوم الجامعة جاهزة باش تبدأ في الإحداث وفي الإنجاز ديال هذا المشروع. بالنسبة لتونانت، بالنسبة لقلعة سرغنة كانت مبرمجة، خاص اليوم مجلس الجامعة يواكب هذا المشروع. حنايا بالنسبة للوزارة، بالنسبة للجامعات، إحداث الجامعات هي من سلطة الوزارة، لأن الجامعة يتم إحداثها بقانون. لهذا حنا إن شاء الله منكبين على توفير جامعات في الجهات الأخرى اللي ما فيهاش هذا. بالنسبة للمديونة، مديونة اليوم جهة سلا دار بيضا سطات فيها ثلاثة الجامعات، فيها جامعة حسن الأول، حسن الثاني، وشعيب الدكالي. حسن الأول عاد توسيع الوزير. واحد الوعاء ديال انتهى الوقت سيد الوزير. السؤال الثالث والأخير في هذا القطاع لفريق العدالة والتنمية عن تأهيل عرض التكوين المهني. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نسائلكم عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها المصالح التابعة لوزارتكم فيما يتعلق بتأهيل عرض التكوين المهني وتنويعه وتثمين المهن من أجل الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب الحاصلين على دبلوم التكوين المهني، وشكرا. جواب سيد الوزير. محترم سيد النائب المحترم، شكرا على هذا السؤال. في البداية أريد أن أذكر بالأهمية القصوى التي يليها صاحب جلالة نصر الله لتأهيل التكوين المهني وتثمين المسارات المهنية وجعلها آلية من آليات الإدماج الاجتماعي للشباب، وأيضا من رفع تنافسية المقاولات. وكي عشتوا معنا حظينا بشرف تقديم خارطة الطريق التكوين المهني بين يدي صاحب جلالة نصر الله، وهذا المشروع يستمد القوة ديالو انطلاقا من مكتسبات أولا ديال المنظومة، وثانيا من التوجيهات السامية ديال خطاب الملكي ديال 20 غشت. من بين الأهداف المهمة ديال هذه الخريطة الطريق، أولا هو تأهيل قطاع التكوين المهني وإعادة هيكلة شعابه تماشيا مع متطلبات سوق الشغل. ثانيا تطوير وتحديد الطرائق البيداغوجية المستعملة، ولا سيما التكوين في الفضاء المهني، مقاربة الكفايات، وأيضا مقاربة التمرس والتدرج. وثالثا إحداث جيل جديد من هذه المعاهد، ولا سيما عبر إنشاء هذه المدن، هذا النموذج الجديد اللي هما المدن المهن والكفاءات، اللي غادي إن شاء الله يكونوا متعددة الأقطاب والتخصصات، وغادي تكون كل مدينة في جهة وتأخذ بعين الاعتبار الأهمية والخاصية ديال الجهة. شكرا. تعقيب فريق العدالة والتنمية. سيد الوزير، نتمم المجهودات التي تبذلها الحكومة للنهوض بالتكوين المهني وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا لحماية السلم المجتمعي، لأن الشباب خصهم يلقاو خدمة، وجعل هذا القطاع أكثر جاذبية. صحيح هناك إجراءات غير مسبوقة، مثلا منح التقنيين، تنويع التخصصات إلى آخره، لكن لا بد أن نبقى يقظين، لأن خارطة الطريق وحدها لا تؤمن لنا الوصول إلى الوجهة المنشودة. نريد أن تجري الرياح بما تشتهي السفن في هذا القطاع عبر إجراءات استباقية توقعية لكافة الإكراهات الطارئة، منها مثلا تعزيز الالتقائية المحكمة بين القطاعات والشركاء، ومن التدابير ذات الأولوية أيضا إرساء الممرات والجسور بين التعليم العام والتكوين المهني. هذا الورش الذي انطلق منذ سنوات ولكنه ما زال يعرف صعوبات في الميدان حقيقة، الشيطان يكمن في التفاصيل في هذا الباب. إذا نجحنا في ورش إرساء الممرات بين الأسلاك والتكوين المهني فقد نجحنا. التكوين المهني أيضا يحتاج لموارد
باش هي محفزة ومؤهلة لتطبيق الطرائق البيداغوجية الجديدة وربط المسؤولية بالمحاسبة أيضا. مضامين استراتيجية، طبعا الاستراتيجية الوطنية تؤمن لنا الانتقال إلى قلب الألفية الثالثة المبنية على الذكاء الاصطناعي، فنصف نصف المهن ستنقرض وستظهر مهن أخرى، ولذلك فالمسار المهني مستقبل سيكون مثل رحلة في مترو الأنفاق، عليك أن تنزل عدة مرات وتغير خط سير. انتهى الوقت سيدة النائبة، انتهى الوقت. هل هناك تعقيب إضافي؟ رد سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس المحترم. سيد النائبة المحترمة، أريد أن أتمين ما جاء على لسانكم. اليوم الحمد لله كنشتغلوا على واحد إرساء من نظام ديال التوجيه المبكر اللي غادي يمكننا باش نزيدوا نكثروا من المسالك والمسارات المهنية، ولا سيما في الإعدادي، والعمل بما نسميه بالتبادل بالتناوب بين المؤسسة الإعدادية ومؤسسة التكوين المهني. أيضا بالنسبة للمهن. انتهى الوقت سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير على حسن مساهمتكم معنا في هذه الجلسة. أذكر السادة النواب والسيدات النائبات أن هناك جلسة خاصة بانتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة ستبدأ 15 دقيقة بعد انتهاء هذه الجلسة إن شاء الله. إذا ننتقل إلى قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. نرحب بالسيد الوزير ونبدأ بالسؤال الأول لفريق العدالة والتنمية عن مساهمة برنامج الكهرباء القروية في تنمية الأنشطة السوسيو اقتصادية القروية. أحد نواب فريق العدالة والتنمية. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، عن مساهمة برنامج الكهرباء القروية في تنمية الأنشطة السوسيو اقتصادية القروية نسائلكم. جواب السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد الكهرباء والماء والطرق والصحة والتعليم والفلاحة كلها برامج مندمجة ساهمت في تنمية العالم القروي، ولأننا مؤمنون بالوفاء في التضامن الحكومي ندافع عن جميع القطاعات، ولا يمكن أن نسيء لأي وزير، ونعتز بما حصل في كل القطاعات وخاصة في الكهرباء اللي داروها وزراء قبال منا وربما في المعارضة، فما بالك إذا كانوا معنا في الحكومة. ولذلك العالم القروي اليوم يعرف تنمية اجتماعية واقتصادية، وسنستمر في الوفاء لجميع الذين يشتغلون معنا. تعقيب فريق العدالة والتنمية. شكرا السيد الرئيس المحترم. السيد الوزير المحترم، كنتمنوا المجهودات اللي كتقوم بها الحكومة بصفة عامة والوزارة اللي كترأسها بصفة خاصة تجاه العالم القروي. صدقني سيد الوزير، نقول لكم أن حجم الضغوطات اللي كنتلقاوها من طرف كنواب برلمانيين من طرف المواطنين والمواطنات بخصوص الملفات ديال الربط بالشبكة القروية الكهربائية، يعني كتدير علينا واحد الضغط كبير، بحيث أن هاد الناس رغم المجهودات اللي ذكرتيو تيبقى ديك الخدمات الاجتماعية والاقتصادية خاص يتبدل فيها واحد المجهود السيد الوزير. وبالتالي نطالبكم بتسريع يعني تأهيل ديال الشبكة القروية الكهربائية وتمكنوا هاد الناس باش يمشيوا ويشتغلوا. عندي ثلاثة ديال اقتراحات عملية وسريعة السيد الوزير. الأولى، ما يمكنش نتكلموا على تنمية العالم القروي بدون سياسة استباقية وتحديد رهانات النمو الديموغرافي. ثاني، ما يمكنش ننمي القرى ديالنا إلى ما دمجناش المكون الكهربائي والإشكالات الراهنة للعالم القروي والمتمثلة في الخدمة المستمرة وبالقوة اللازمة، وذلك أثناء وضع تصميم لمخططات التنمية القروية. والاقتراح الثالث، أنه لا بد من العمل على تحقيق التقائية بين مختلف الشركاء. فحرام السيد الوزير تخسر أموال باهظة في بناء مشروع عدة مشاريع، وفي التالي نتسناو سنوات لربطها بالشبكة القروية، وعشنا نماذج في إقليم بني ملال. وفقكم الله سيد الوزير، السلام عليكم. شكرا. هل هناك تعقيبات إضافية؟ جواب سيد الوزير.
نبغي نأكد أنه بدأ الحوار الوطني حول إعداد التراب الذي ينظر إلى المستقبل والتحولات الاجتماعية والمجالية والتنموية وكيفاش يمكن جميع القطاعات فيما بينها أنها تكون منسجمة وإن شاء الله يدخل هذا الشيء في إطار النموذج التنموي الجديد لبلادنا بعد ما حققنا نتائج في 20 سنة. لكن خليوني نقولوا على الأقل الآن 12 مليون 13 مليون مغربي في العالم القروي يحصلون على الكهرباء، 38 عشرات الآلاف 38 حرفة نشاط حرفي وفلاحي وصناعي وخدماتي واللائحة طويلة يستفيدون من الكهرباء. أضيف إلى ذلك مجال ديال التعليم، أنتم تعلمون ماذا حصل، 11 ألف مؤسسة في التعليم حاضية بالكهرباء وكاين برنامج بما فيها البرنامج الجديد ب 4700. أكثر من ذلك 800 مركز صحي، أضيف إلى ذلك ما يقارب من 1200 مسجد في 26 إقليم والبقى الآخر اللي ذكرت. بمعنى أنه الكهرباء ما كدارش كتستجب الحاجيات الأساسية ديال الإنارة ولكن تستجب أيضا للحركية التنموية اللي كيعرفها العالم القروي. ولذلك غنشوف الاتجاه القضية الدراسة السباقية إعداد التراب ولا البرامج عندما تعد تأخذ بعين الاعتبار الاندياش الآن أو الفوارق المجالية تأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب السباقي. سؤال ثاني والأخير في هذا القطاع لفريق الأصالة والمعاصرة عن غلاء فواتير الكهرباء، تفضل سيد نايم. شكرا سيد رئيس. سيد الوزير، ما دام كل نهاية الشهر يكتوي المواطن ببعض الزيادات وفي بعض الأحيان تكون جد مرتفعة تكون منتفخة، نسائلكم في الفريق على ما أنتم فاعلون، خصوصا أن تكلمتم عن المقاربة الاجتماعية في معالجة الشطر الأول والشطر الثاني في المستقبل. جواب السيد الوزير. السيد النائب المحترم، نبغي نأكد بأنه الدولة ديالنا الحكومة السابقة والحالية الشطر الأول والثاني لم يمسه أي زيادة. ما نتكلمش على الماذا، موضوع يمكن يجاوب عليه الجانب الاجتماعي جانب دقيق في المنظومة التنموية ديال البلاد ديالنا، وهذا الشيء أنا كنظن عليه إجماع بين الأغلبية والمعارضة. المسألة الثانية، اتخذ قرار بما فيها العائلات المركبة، لأن ملي كيدو كيطلعوا الأشطر قلنا غنبداو نحسبوا حسب العائلة واتخذ هذا القرار. أكثر من ثاني، إذا وقع تأخر في التحصيل كنقسموا على الشهور باش ما يتزادش. كتوقع أحيانا ما كيقوموش بعض بالدور ديالهم لأن تيخص يكون عندك شبكة واسعة ديال التحصيل. الآن مشينا فيما يسمى الآن بالفواتير أو فيما يسمى الآن بالعدادات الذكية وغنعموها باش ما نبقاو نديرو أديستونس، ما يمشيش كاع اللي كيدير الحساب باش ما نوضعوش في هذا الخطأ اللي بعض مرات المواطن ما كيأديش اللي عليه حتى كيتجمع عليه آنذاك وكتكون الظروف ديالو صعبة. بالإضافة إلى ذلك نستقبلوا الشكايات، 2017 ما يقارب من 2800 شكاية، 700 تتعلق بالفواتير اللي غالية وتحلوا حالا. الاخوان بعد نعطيكم الرقم ونعنوا عليه، راه تنعنوا عليه ولكن الرقم ديال الهاتف والبريد الالكتروني فيما يتعلق بالشكايات باش نتواصلوا مع المواطنين ونحلوا المشاكل المرتبطه بما اشرتم اليه السيد النائب المحترم. تعقيب فريق الاصاله والمعاصره. سيد الوزير، سمعنا كلامكم بصراحه، نقولوا راه المشاكل ما بقاتش بصدق، ولكن الواقع وانا جئت من العالم القروي والجبلي، يمكن مثلكم انتم على العالم القروي وحنا الجبلي، جزء كبير من الديون اللي مازال على الفقراء اللي ما قدوش يؤديوا ما بذمتهم لان هناك تراكم ديال سنوات. ايضا هذه المقاربه الاجتماعيه اللي كتكلموا عليها جزء منه ما كنشوفوهش في الارض، غلاء الفواتير اللي متعلق بالشق ديال انعدام او قله ما تكلمتم عنه من المراقبين اللي يمكن لهم يشوفوا الاعدادات نهايه كل شهر باش يمكن تكون بطاقه نور اللي تكلمتوا عليها اللي كانت كتحل المشكل. ما معمماش كاين جزء مازال ديك يعني ديك العداد القديم الميكانيكي اللي كان قديم. ايضا هذيك المراقبه اللي قلت ما كايناش تقديرات اللي كتكون حتى عند الشركات اللي كتقوم بهذه العمليه، بعض المرات كيكون فيها البحث فقط عن النتائج المعلنه مسبقا في المجالس الاداريه ديال الارباح حتى في المدن ديالنا، بحيث انه التدبير ملف التدبير المفوض في هذا الجانب كاين يعني الاحياء الهامشيه بالمدن اللي كتلقى فيها فاتوره جد مرتفعه. واكثر من ذلك في جواب سابق لكم قلتم بانه اكثر من 75% من الفواتير اللي عند المغاربه فيها انتهى الوقت قل من 100 درهم، في حين ان انتهى الوقت. فهل هناك تعقيبات اضافيه؟
جواب السيد الوزير. اولا استاذ انا ما قلتش كل شيء نهائيه، قلت لكم كاين مشاكل كنعالجوها، والا علاش قلت لك 2800 شكايه وكان الدنيا هانيه؟ انا قلت لك شحال العدد ديال الشكايات طبيعي وغيبقى الى ان يريت الله الارض ومن عليها. هذه علاقات بين الناس، بين الادارات، بين المؤسسات. فلذلك قلنا كنحسنوا الان تحسين الخدمات، اكبر تحدي للمكتب الوطني تحسين الخدمات، وما كانش عندنا حرج، كانت عندنا الشجاعه باش طلبنا من الساده النواب توافقنا معاهم وجاء المكتب الوطني الى هنا للجنتين لتقييم ادائه. انتهى الوقت، ونشكر السيد الوزير على حسن مساهمته معنا. ننتقل لقطاع العدل، ونرحب بالسيد الوزير بسؤالين، اولهما لفريق العداله والتنميه عن تقييم اليات الرقابه القضائيه على مؤسسات سجنيه. تفضل سيد نايب. السيد الوزير.